صباحكم الله بالخير وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من حلقات برنامج صباح الخير يا كويت، وهذه هي انطلاقتنا الصباحية للبث المباشر على شاشة تلفزيون دولة الكويت. نقول لكم صبحكم بالخير، وصبحكم بالخير زملائي نواف النومس ودانا البحر. يا هلا، صباح النور هاشم، وصبحكم الله بالخير مشاهدينا وكل من يتابعنا الحين على شاشة تلفزيون الكويت. صباح الخير بدأ راح يكون معاكم من الساعة 8 للساعة 11 بمواضيعنا المتنوعة، لكن في البداية صبح بالخير على زميلي نواف. صباح الورد، صباح الخير، صباح الورد عليكم مشاهدينا، حياكم الله معنا في هذا الصباح الجميل ويوم الأربعاء قبيل يوم الخميس اللي يكون نهاية الأسبوع، ونسأل الله سبحانه وتعالى يكون هذا يوم توفيق للجميع. بدأت العطلة عند أهل المدارس، لكن أهل الصيفي لا زالوا مستمرين مثلنا نداومون، وأسأل الله يوفق الجميع. حنا سمعنا عن شغلة اسمها أوميجا 3، صحيح. أنا عرفتها من يوم أني صغير، لكن ما عرفت قيمتها إلا يوم كبرت. تعرف أوميجا 3 طبعا؟ الأوميجا 3 هي تعتبر يعني أحد الأحماض الأمينية الغير مشبعة اللي تفيد الجسم، ومصدرها الطبيعي يكون عن طريق زيت السمك، عن طريق الأطعمة البحرية، عن طريق الأسماك وغيرها من هذه الأمور. يمكن أحد فوائدها اللي أنا وايد أعرفها أو أحرص عليها أني أستخدم أوميجا 3 عشانها تقلل ضغط الدم، زين، وفوق هذا وذاك تقلل الالتهابات اللي ممكنها تحوش الجسد اللي تؤدي إلى التسبب في جلطات أو غيرها من هذه الأمور. صحيح هاشم، وأيضا تعزز من صحة الدماغ والأجنة للرضع، وأيضا تحمي من أمراض القلب. ويتواجد الأوميجا في طبعا السمك، وأنا كنا شفتك رايح حداق يعني، حاولت عسى كليت السمك ولا والله لا. احنا خذينا وصدنا ويعني وتوفقنا، بس ما اخذنا، ما كلش. ليش؟ انا احسن واحد يهدي، اخذ وهدي. هذا هو الاهداء عطاء. عطاء يا سلام، ما اجمل من العطاء. اكيد. وايضا قلنا في السمك موجود اوميجا 3، ترى مو بس بالسمك، بالخضروات الداكنه مثل السبانخ والمكسرات، ومثل ايضا الجوز واللوز، وهذه المكونات عاده ايضا شف عايشه تمتعنا في وصفاتها بالسلطات وغيرها من الوجبات، ويساعد بالتاكيد على تجديد انسجه وخلايا البشره، وعلاج فعال لالتهابات الجلد، الصدفيه الله يبعدكم عنها، والاكزيما، ويساعد على ترطيب البشره، ويمنع جفاف فروه الراس، وتساعد على تقوية فروة الرأس، ويا حاجتنا كثيرا نحن معشر الرجال في الأربعين لهذا الموضوع. لهذا الموضوع. ونبي نضيف شغلة، ونبي نزيد شغلة أنا وإخواني وزملائي، أن جميع الأشياء اللي تعتبر كدايتري سبلمنت أو تعتبر كمكمل غذائي، أنتم تلاحظون أن التركيز يكون فيها عالي جدا، مثلا 1000 1500 10000. السبب شنو؟ السبب أن قيمة أو كمية الامتصاص من هذه الفيتامينات أو من هذه خلونا نقول المكملات الغذائية عن طريق الجسم تكون نسبة ضئيلة جدا إذا كانت داخلة عن طريق حبوب أو عن طريق مكملات غذائية. فالأفضل والأسلم أن الواحد يأخذها عن طريق أغذية صحية طبيعية عشان يستفيد الاستفادة 100%، وما يأخذ هذه أعشار الاستفادة مثل ما يقولون. بس هاشم، في ناس يعني ما تحب السي فود، وخصوصا الأطفال، يعني مو الكل يأكل سمك، صحيح. فحاولوا يعني تعطونهم المكمل الغذائي هذا، بس يعني انه بالبدايه فتره نموهم على اساس يساعدهم على النمو، على الذاكره، تساعد على الاستيعاب، قدره بالاستيعاب. فضروري ان الاهل يركزون على اكل عيالهم في بدايه مرحلتهم الطفوله. واحنا في بدايه دائما البرنامج ندردش ونسولف ونقول حق المشاهدين ان عندنا ضيوف وعندنا فقرات راح نشوفها معاكم مع هالفاصل. ضيوفنا القادمين: المهندس يوسف جاسم الصراف، رئيس قسم تحديد الأعطال بإدارة طوارئ شبكات التوزيع الكهربائية بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة. ابتسام العصفور، فنانة تشكيلية وعضو المرسم الحر والجمعية الكويتية للتراث. المحامية حوراء الحبيب. فجر الرفاعي، تصميم داخلي، تابعوني بفقرة الديكور وكل ما يتعلق في مسألة الديكورة. تابعونا في فقرة حياتنا في بيتنا لحياة أفضل وتغطية الجوانب الهامة لذلك.
ورجعنا نتواصل معاكم مرة ثانية على هوا صباح الخير يا كويت وشاشة تلفزيون دولة الكويت الأولى. أولى فقراتنا لهذا اليوم أكيد راح تكون مع الزميل الغالي ضرار العلي خبير الأرصاد الجوية. نقول له يصبحك بالخير يا أبو يوسف ويعطيك العافية. صباح الخير أخوي هاشم وصبح بالخير على جميع المشاهدين الكرام مشاهدين برنامج صباح الخير يا كويت. الله يحفظك يا أبو يوسف. نبي منك النشرة الجوية والأرصاد الجوية وشنو راح يصير بالأيام القادمة، لكن بعد هذا الفاصل. صباح عليكم بالخير مشاهدينا الكرام مرة ثانية. والطقس المتوقع خلال اليوم والأيام المقبلة، نبدأ بالطقس الحالي في مدينة الكويت. حاليا درجة الحرارة 36 درجة مئوية حاليا، والرياح حاليا شمالية غربية خفيفة السرعة، تقريبا سرعتها 15 كيلومتر في الساعة. أما الرطوبة النسبية حاليا ف 17%، والرؤية الأفقية حاليا تتراوح ما بين 8 إلى 10 كيلو. من المتوقع أن يكون الطقس نهار هذا اليوم بإذن الله، تستمر الرياح الشمالية الغربية لكنها راح تكون معتدلة إلى نشطة السرعة، وطقس راح يكون حار اليوم. متوقع درجة الحرارة أن تصل إلى 46 درجة مئوية مع نشاط في الرياح الشمالية الغربية، متوقع أن تزيد سرعتها عن 50 أو سرعة هباتها عن 50 كيلومتر في الساعة، ومثيرة للغبار متوقع أن تنخفض معها الرؤية الأفقية في بعض المناطق خاصة المكشوفة والبرية إلى أقل من 1000 متر خاصة مع نشاط الرياح الشمالية الغربية. كذلك متوقع أن يكون الطقس لهذا المساء أيضا استمرار الرياح الشمالية الغربية، راح تكون سرعتها ما بين 12 إلى 40 كيلومتر في الساعة، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط على فترات. متوقع أن تكون درجة الحرارة الصغرى 32 درجة مئوية. أما حالة البحر المتوقعة خلال 24 ساعة المقبلة، راح يكون البحر خفيف إلى معتدل الموج، يعلو أحيانا ما بين 2 إلى 6 أقدام. المد الأول الساعة 11 من نهار اليوم، المد الثاني الساعة 2 بعد منتصف هذه الليلة، الجزر الأول الساعة 27 دقيقة من مساء اليوم، أما الجزر الثاني فالساعة 36 دقيقة من صباح يوم الخميس بإذن الله. أما غروب الشمس وأذان المغرب اليوم إن شاء الله الساعة 6:51 دقيقة، أذان الفجر باكر بإذن الله الساعة 3:16 دقيقة، وشروق الشمس باكر بإذن الله الساعة 4:51 دقيقة. ني وياكم للطقس المتوقع خلال الأيام المقبلة. متوقع أن يكون طقس يعني حار أو شديد الحرارة خلال الأيام المقبلة، ومتوقع أن تكون هناك يكون هناك نشاط في الرياح الشمالية الغربية، رياح مثيرة للغبار، تنخفض معها الرؤية الأفقية خاصة على المناطق المكشوفة والساحات الترابية إلى أقل من 1000 متر متوقع، وكذلك أيضا ارتفاع الأمواج إلى أكثر من 6 أقدام. متوقع يوم الخميس أن تكون درجة الحرارة 47 درجة مئوية، تنخفض الصغرى إلى تتراوح ما بين 32 إلى 33 درجة مئوية مع استمرار الرياح الشمالية الغربية، متوقع سرعتها تكون ما بين 20 إلى 60 كيلومتر في الساعة، نشطة السرعة. وأيضا يوم الجمعة متوقع أن تكون سرعة الرياح الشمالية الغربية ما بين 20 إلى 55 كيلومتر في الساعة، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 47، تنخفض الصغرى إلى 33 درجة مئوية. يوم السبت بإذن الله أيضا يستمر الهواء أو نشاط الرياح الشمالية الغربية، متوقع أن تصل سرعتها إلى 55 كيلومتر في الساعة، درجة الحرارة العظمى المتوقعة 48 درجة مئوية، تنخفض الصغرى إلى 34 درجة مئوية. بالنسبة إلى الأيام المقبلة من اليوم إلى والأيام المقبلة إلى يوم السبت، هناك نشاط في الرياح الشمالية الغربية، متوقع أن تزيد سرعتها أو سرعة هباتها عن
60 كيلومتر في الساعة. لذلك أنوه خاصة الأخوة قادين المركبات على الطرق السريعة أخذ الحيطة والحذر من انخفاض الرؤية الأفقية المفاجئ، كذلك الرمال المتراكمة أو الرمال المتحركة على أكتاف الطريق اللي احنا نسميها السافي، كذلك أخواننا المرتادين البحر أخذ الحيطة والحذر متابعة النشرات الجوية أول بأول، وبسبب نشاط الرياح راح ترتفع الأمواج إلى أكثر من 6 أقدام، وننصحهم دائما أن يأجلون أي نشاط بحري خلال هذه الفترة وفترات حالة عدم الاستقرار في الطقس. كذلك الأخوة اللي يعانون من الربو والحساسية ومشاكل في الجهاز التنفسي يعني يأخذون أدويتهم، ويعني الخروج الا للضروره بسبب يعني الرياح راح تكون محمله بالاتربه والغبار، وهذا ياثر لا اثر سلبي على الجهاز التنفسي لدى الانسان. كانت هذه النشره الجويه اعزائي المشاهدين، والله تعالى اعلى واعلم. والان العوده الى الزملاء لتكمله باقي فقرات برنامج صباح الخير يا كويت. قواك الله يا زميلنا واخونا خبير الارصاد الجويه ضرار العلي على هذه النشره الجميله والرائعه اللي كل يوم انت تثرينا فيها، قواك الله. وننتقل حق زملائنا دانا ونواف ونشوف شنو عندهم من الحركه المروريه لهذا اليوم. يعطيك العافيه. نشوف زحمه ومو زحمه، يعطيك العافيه هاشم. ونشوف اذا كانت الطرقات بعضها يصير يعني بعض الازدحام في الطرقات دانا بسبب لا قدر الله حادث او تعطل مركبه او غيره. اي الخبر الاكيد راح يكون عند المقدم عثمان محمد غريب من الاداره العامه للعلاقات والاعلام الامني بوزاره الداخليه. صباح الخير عليك. صباحك الله بالخير. حياكم الله وصبحكم الله بالخير، نصبح عليكم وعلى مشاهدين تلفزيون الكويت برنامج صباح الخير يا كويت. راح نسمع منك التفاصيل اكثر والرؤيه الواضحه اكثر واكثر، لكن بعد الفاصل. حياكم الله ونتعرف مثل كل يوم على الحركة المرورية من خلال تواجدنا في غرفة التحكم المركزي بالإدارة العامة للمرور، ومن خلال هذه الغرفة نشاهد أغلب التقاطعات اللي موجودة بشوارع دولتنا الحبيبة الكويت وتواجد الموظفين والموظفات اللي يقومون في عملهم لمتابعة الحالة المرورية ورصد المخالفات المرورية، وكذلك أيضا الدور الوقائي يعني إن كان في حادث مروري قبل لا تصير الزحمة يتم التوجيه للدوريات، وهذا ما يسهل الحركة المرورية، كذلك أيضا الإشارات المرورية اللي يتم تغيير توقيتاتهم في حال الكثافة. لكن اليوم يعني لاحظنا بعض الملاحظات اللي ودنا نوضحها للمشاهدين مع عطلة المدارس ومع عطلة الصيف ومع قلة الكثافة المرورية اللي نشوفها من الساعة 7، أصبح اليوم الواحد قام يطلع متأخر وأصبحت الكثافة في وقت معين. على سبيل المثال يعني نقول 8:15 نشوف الكل يطلع، الكل يدخل في الزحمة، الكل يكون متوتر شوي بالشارع، سرعة غير طبيعية من البعض يكون يبي يوصل، يعني يطلع 8:15 يبي يوصل الساعة مثلا 8، فشيء طبيعي راح تواجهك زحمة، راح يواجهك حادث، راح يواجهك تعطل مركبة، فراح تتأخر. فدائما اطلع مبكر، تجنب الكثافة المرورية وتجنب أخطاء الطريق أو الحوادث اللي قد تنتج عنها لسبب من الأسباب. لكن اليوم نتعرف على الشوارع وياكم من خلال هذه الكاميرات، ونبتدي مع طريق الغزالي، وطريق الغزالي الأكثر كثافة للقادم من الدائرة السادس أو من الدائرة الخامس باتجاه الميناء. الكثافة موجودة في هذا الموقع ولاحظناها من الساعة 7 تقريبا، وحتى يعني الساعة 8:15 زادت باتجاه الميناء، ولكن الاتجاه العكسي ما في أي كثافة تذكر. بالنسبة لإخواننا قائدين المركبات مستخدمين أيضا طريق اللي هو طريق المطار باتجاه الديرة، الكثافة باتجاه واحد اللي هو باتجاه الديرة، وهذه الكثافة قاعدة تزيد تدريجيا خلال هذه الدقائق، ولكن من خلال متابعة الكاميرات الموجودة في غرفة التحكم المركزي وأيضا من خلال انتشار الدوريات هناك يعني العمل على تسهيل من الحركة المرورية. إذا بننتقل معاكم مشاهدينا لطريق فيحل السريع، وهذا الطريق طريق حيوي ودائما يعني المستخدمين الطريق يستخدمونه باتجاه مدينة الكويت، والكثافة موجودة على مدخل الدائر الرابع من طريق فيحل السريع، وكذلك أيضا على مدخل مدينة الكويت اللي هو يمين بن عيد القار الكثافة موجودة،
وبرمجت الإشارة المرورية باتجاه المدينة، تم طبعا فتحها لتقليل من الكثافة المرورية. بشكل عام طبعا أغلب الطرق فيها انسيابية، ولكن احنا قاعد أذكر بعض المواقع اللي عليها كثافة بدت في دقائق، يعني قلنا من 8:15 إلى الوقت الحالي أصبح هنا في كثافة بسبب طبعا الخروج المتأخر من البعض، يمكن طلع أمس وقبله لاحظ انسيابية فأخر من وقته. فإحنا ننصح طبعا مشاهدينا أو ننصح قائدين المركبات يطلع مبكر يتجنب الكثافة المرورية، توصل مبكر وانت مرتاح أحسن من لا توصل حدة حدة وقد يكون هناك حادث غير وقتك وقت وصولك. كذلك أيضا إخواننا مستخدمين طريق الملك فهد الانسيابية موجودة، ما في أي كثافة تذكر باستثناء مدخل مدينة الكويت. وكذلك إذا بننتقل معاكم إلى شارع الخليج وشارع خليج الانسيابية موجودة باستثناء الكثافة المعتادة على الإشارات المرورية، ولكن التوقيتات مناسبة جدا للاتجاهات المختلفة. كذلك ننوه لقائدي المركبات أن هناك بعض المواقع فيها أعمال تطوير في الطرق، على سبيل المثال طريق الشيخ زايد اللي هو الخامس سابقا، وهذا الطريق اللي فيه مسارات مؤقتة قاعد تسبب في كثافة مرورية سواء مع دخلة الموظفين وعما طلعتهم، ولكن إن شاء الله بعد ما يتم إنجاز هذا المشروع أو هذا التطوير راح يكون هناك انسيابية بالحركة المرورية. ودنا مشاهدينا يعني ننوه على بعض النقاط المهمة من خلال مشاهدتنا لغرفة الكاميرات الموجودة في غرفة التحكم المركزي، ودائما احنا ننوه بالإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني على موضوع المخالفات الأكثر يعني ما قاعد يتم رصدها، اللي هو استخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة، وكذلك عدم التزام بالخطوط الأرضية. وكذلك نقطة مهمة جدا نبي نوضحها وخاصة في فترة الصيف، بعض غادي المركبات مع الزحمة يستخدم كتف الطريق الأيمن، وطبعا يمنع الاستخدام لكتف الطريق الأيمن لأنه هو لسيارات الطوارئ من دوريات المرور النجدة قوة الإطفاء العام الطوارئ الطبية، والوقوف المفاجئ للمركبة لا سمح الله السيارة يعني اختربت بتوقف، وإحنا في فترة الصيف وكثير من المركبات قاعد تعطل في هذه الفترة. لذلك ننوه للجميع بعدم استخدام كتف الطريق الأيمن، يمنع استخدامها، وهذه مخصصة لما ذكرناه قبل شوي. أيضا قبل أن نختم معاكم راح ننتقل بشكل مهم جدا، لأن احنا بالصيف وأصبح اليوم كثير من إخواننا المواطنين المقيمين يتجهون إلى البحر سواء في الأيام العادية أو في عطلة نهاية الأسبوع. لذلك ننوه بضرورة أول شيء ربط طلعتنا مع الأحوال الطقس، يعني اليوم غبار، اليوم الجو ما يساعد، هناك تنبيهات بعدم الخروج في مثل هذه الأجواء إلى البحر، فما نغامر ونروح للبحر. كذلك أيضا إخواننا أولياء الأمور اللي موجودين على سواحل دولتنا الحبيبة الكويت أو بالشاليهات بعدم الاعتماد الكلي على العمالة المنزلية وعدم انشغالهم بالهاتف النقال وإهمال أطفالهم مما يتسبب في الغرق لا سمح الله. لذلك احنا ننوه على هذا الجانب. كذلك أيضا ننوه لإخواننا مستخدمين الطراريد والجتسكي بضرورة عدم الاقتراب من الشواطئ وإزعاج للمرتادين. وكذلك كان للدار العامة لخفر السواحل حملات توعوية بالتعاون مع الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني مستمرة في جانب التنويه قبل اتخاذ الإجراء القانوني اللازم، هو الهدف هو التنويه للجميع. لذلك نقول إن شاء الله بيكون صيف آمن والبحر آمن بتعاون الجميع والتزام الجميع. مشاهدينا نشكركم على المتابعة ونتمنى للجميع يوم موفق إن شاء الله يا رب، ونستكمل معاكم باقي فقرات برنامج صباح الخير يا كويت مع الزملاء داخل الاستديو. يعطيك العافية مقدم عثمان محمد غريب من الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية، شكرا لك. دعنا بنروح فاصل صغير مع المشاهدين ونرجع بعد الفاصل إن شاء الله. ترى رملك ولا يعلى عليه.
الصباح العزنا عز الصباح حكمهم بالقلب دايم نرتضي ما نبي أي شيء يا بلادي ولا وانت أجمل شيء بالدنيا نبي لا 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 يعلى عليه لا 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 يعلى عليه يعلى عليه يا وطننا يغلى حب الموت أجملك يا موطن الحب الكبير نبض وسط قلوبنا نحيا عالي إن طلب تجينا في لبه وتم انتي العشق اللي نحلم نفتدي أجملك يا موطن الحب الكبير نبض وسط قلوبنا نحيا عالي إن طلب تجينا في لبه وتم انتي العشق اللي نحلم نفتدي الصباح العز يا عز الصباح حكمهم بالقلب دايم نرتضي ما نبي اي شيء يا بلادي ولا انتي 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 اجمل شيء بالدنيا نبي لا 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 يعلى عليه لا 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 يعلى عليه يا وطننا يغلى حب رجعنا نتواصل معاكم مرة ثانية في برنامج صباح الخير يا كويت والشيف عايشة الصفي ومنو مثل الشيف عايشة الصفي صبحك بالخير صباح الورد هاشم اليوم ما يبنا لك بيكن اليوم ما يبت بيكن لكن بس نسوي أمور حلوة يعني اليوم مطبخنا مطبخ صباح الخير يا كويت أمريكي أمريكي راح نسوي إن شاء الله يعني طبق من الأطباق اللي تقدم بالإفطار الأمريكي يعني الستايل الأمريكان ستايل وراح نحط أشياء حلوه لطيفه أيه. مع حلو انا هذا يطرى علي بالفنادق لما تحطين عند الباب انتركونتيننتال امريكان انجلش او شرقي صح او شرقي صح العربي ايوه راح نقدم هذا الطبق هو الطبق راح يكون من يعني من طبقتين راح نستخدم فيه الهاش براون الهاش براون هو اساس يعني الافطار يعني الامريكان بريكفاست يعني راح يصير نفس طبق هاش براون وعليه خلطة من البيض مع السوسج نقدر نبدله إذا ما تبي السوسج تقدر تحط بيكن الله. أو تركي هي سهلة وكلها راح يعني نسوي مكوناتها ونحطها ندخلها بالفرن حلو شنو المقادير شيف عايشة؟ عندنا تقريبا يعني شوي هي متفاوتة من 6 إلى 8 بيضات أو إذا كان القالب مالك أنا راح أستخدم طبعا هذا البايركس يعني تقريبا 4 أشخاص في ناس تعده حق 6 أشخاص تقريبا 4 بيضات عندنا هني الهاش براون في مدور في يعني المثلث المربع على حسب الشكل على حسب شكل البايركس طبعا انا بس طلعته مو مفرزن ما طبخته ولا شيء لان راح نصفه ونحط البيض هاي وندخله مره واحده تقريبا 20 دقيقه على درجه 180 ويعني راح يستوي مع البيض بنفس الوقت عندنا هني السوسج عندنا السوسج تقريبا 1 أو 1.5 كوب على حسب انت اي يعني متفاوته المقادير ثوم الله. نقدر نستخدم انا حطيت ثوم بودر وحطيت ثوم فريش تقدر تغير هذا الثوم تحط بصل اخضر بس في ناس ما تحب لا خلونا على الثوم اجمل اي في ناس ما تحب البصل الاخضر طبيعي من الصبح يعني راح نضيف موزاريلا وعندنا هني شويه اوريجانو وبهارات تشيلي فليكس ويعني بهارات ايطاليه حلو وعندنا 1 كوب حليب ممتاز الشيء الاول اللي راح نسويه راح يعني هي ما تاخذ وقت هذه حتى تقدرون من بالليل تجهزونها وبعدها يعني من الصبح حطينها بالفرن وخلاص يعني الفرن كم درجه الحراره درجه الحراره على تقريبا 180 شوفي هذه شلون اللحم فيها ثلجها يعني أي. من الليل انا طلعتها بالثلاجه اساس يذوب يذوب يفتش ولا حطيتيه بالفرن خلاص انها خلاص يعني مرحله السوى يعني
إذا في مقولة تقول أو مو مقولة يعني في 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 تصرف يقولون اللي يبي يقلي شغلة ولا اللي يبي يحمس شغلة ولا هذا خل أول شيء الثلج يفتش منها. يفتش منها صح. يعني ما نقطة دايركت مثلا بالزيت أو ما نحطه دايركت. ممكن من برا يستوي ومن داخل للحين. من داخل بارد. عرفت شلون؟ في شغلات يقول لك بس خل أول شيء أقول شغلة راح نضيف البيض راح نضيف المكونات ونخلطها من بعدها راح ندخل الهاش براون فوق فوق البيض. انا مكست شوكليت هاش براون ندخل شو اسمه على اللي قاعد تقول هاشم الشغلات المفرزنه على حسب مثلا يقول لك الدياي الايدام لازم مثلا تطلعها من الفريزر ما تخليها برا الثلاجه تخليها بالثلاجة من صح. وقت ممتاز لو يعني لو مثلا انت كنت حاطها بالثلاجة وما دابت تجي هني تعرضها حق الماي وقت اللي انت بتستخدمها جميل. يعني مثلا هذه الاشياء تقدر تخليها البطاط السوسج كذي ريحة الثوم جميلة عشاق الثوم عايشة تدرين انت حلوة الحين طلع لك اللي بالفرن بعد السوق شم ريحتها تخلطين يلا لازم اساعدك يلا حبيبتي بيض طبخ حطينا البيض البيض وحطينا السوسج والثوم راح نضيف زين شو اللي راح نحطه اليوم حسب الرغبه حسب الرغبه البهارات هو صح الثوم حسب الرغبه انا بالمقادير حط شو اسمه حاط البصل الاخضر البصل الاخضر حسب تعذبتكم بالبصل هني عندنا شويه اوريجانو تشيلي فليكس او ان تقدرون تستخدمون البهارات الايطاليه اي يعني حتى راح يغنيك ان تحطين مثلا الفلفل الاسود الملح اكيد راح نضيف شويه وانا مصورنا كبيرنا خالد معرفي السلام عليكم 16 سنه يعني حتى عائشه تدري اخونا ابو وليد يدري 16 سنه ودي اقول على برنامج شيء على الهواء حسب الرغبه قلتها الشيف شنو يقول حسب الرغبه شو يقصد بحسب الرغبه يعني حسب محبه الانسان لهذا المكون اللي بيحطه صح صح هني لقطها انا الحين شوف تحققت الامنيه الحين حسب عبد الرحمن حسب الرغبه حسب الرغبه يلا الحليب تقريبا كوب مثلا تقدرين تحطين نص نص حليب نص روب لا يعني او كريمه صح كريمة بس ممكن. اي اذا مثلا تحبين هذه الحموضه إيه؟ تقدرين تحطين سوار كريم تقدرين تحطين لبنه ممكن شوي راح يعني ما راح شلون اقول لك تكتل ايوه ما راح تسيح افهمك عايشه اي ما راح ما ادري شلون يعني اقول لك لازم تعادلين طعم الـ مثلا هاي الشغلات اللي حطيناها مع البهارات ممكن اللبنه تحطينها خلاص تروح يروح طعم البهارات يعني الموضه تكون طاغيه على الطعم اي هذا الخليط شوفي ما يحتاج اعصف تقدرين تغيرين الهاش براون فوق الهاش براون راح يصير كانه طبق كامل حتى ما تحتاج عندك الكارب عندك البيض البروتين الأجبان تبي تضيف الخضروات احنا شنو حطينا السوسج تبي تغير تحط مثلا قلنا بيكن تحط مرتديلا او تركي يعني الوصفه مجرد انك تعرف شنو الفكره شلون فكرتها او حتى بدون لحوم يعني بدون لحوم صح تضيفين اجبان تضيفين خضروات فلفل بارد او يعني على حسب ما انت شنو الاشياء اللي تحبينها مجرد انه يعني الطبق البيز الاساسي هو الهاش براون الهاش براون راح ندخلها الفرن تقريبا 20-25 دقيقة على درجة 180 اوكي بس خل ادخلها ونطلع ممتاز. اللي سويناها هذا جاهزة الحين متحمرة هذا تحبه؟ اوه هذا شنو؟ نمسح قاعد اشوفه ببطل جبنة اللي تشذي شمع مغطية بشمع شوفي كل الاجبان اللي تي الهولندية اغلبها اللي تكون صاكة كذي جميلة وذاك اليوم سوت طبخة جميلة مع جبنة البري جبنة البري وايد حلوة واو طلع اي هذا انا قد يعني احب بصراحة اقدم هو الريوق الامريكي يقول لك كل شيء فيه كل شيء فيه شوية نحط لها بقدونس بس الثاني خله بس تسوي اوكي يعني طلع بقدونس هذا حلو زين ما قلت شيء ثاني انا طلع بقدونس يا بقدونس أنا بس اعرف الجرجير والكيل الكيل ايش سالفتهم مع الكيل عايشة
ريحان. ريحان الكيل؟ لا 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 بس ما صارت هبة الحين يعني أي مطعم تدشينا إذا كان كيل الجبنة ما في طعم. هاشم بطلينها. أيوة هو ما له طعم يعني يعني من الهبات اللي صارت. شكرا. بس شنو شوف شلون الجبنة شلون دايبة. يلا تسلمي. بس شنو أغلب المطاعم تعتمد على ال شلون أقول لك شنو مثلا الصلصات اللي يحطونها. تسلمين تسلمين. بالعافية بالعافية. شنو الصلصات اللي يحطونها شنو ال شلون أقول لك التقديم شنو حاطين بالسمك حاط لك ليمون هذا طعم نكهة. عرفتي شلون؟ شايكم نقصها؟ إيه يلا, يلا فوقه يلا وتجربها أكمل الجبنة. لا وين يا معودة أنا ما شاء الله بجرب هذه دانا. يلا ترى وايد حارة. شيف عايشة عندها سكينة طويلة ما يتهل ما يتهل اليوم عندنا طبع صغير حلو. أوكي هذا وايد نشوفه الشيف عايشة يستخدمونه بشرق آسيا حتى فواكتهم يقصصونها بالهذا. إيه يمكن أنها حادة كثر ما تتعمق وكل السكاكين كلها تصير حاده. شوفي هذه مو حاده هذه مجرد انك تقسمين تقسيم مو تقطيع. لكن التقطيع لازم يعني مع استخدامك خلاص كل ما تستخدمين السكاكين تبين اكبر 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 كذي البروفيشنال لين ما تصلح حق مرحله تكتبين السكاك عليها. اوكي لازم نكتبك شو اسمه على سكينة. والله يعني وايد انا احب السكاكين يعني تشدني وايد شكلها الايد مميزه. وفي سكاكين خاصه حق الجبن كذي الصغيره هذه. اي الصغيره فيها عكفه هذه وكذي قاعده خشب تكون. الحين وايد يحطون خشب ان شاء الله يوم نسوي شيء زبلتر وني بالقاعده. أوكي. اللي تتبطل وهي انواع سكاكين تحت بس انا اللي اقصص انا اقصص ان شاء الله انا اضبط وانت تسوي. اوكي ممتاز. ما عندنا شيء نطلعها فيه. انزين اذا شخص حاب انه مثلا البيض يكون شوي صاك اكثر ازيد مثلا من الوقت اللي تكون فيه بالفرن. اي وقت اكثر. شوفها هي تبارك الله شيء حلو. حلوه و 20 هذه تقريبا 25 دقيقة خذت. يعني من أنا دخلتها على الفرن تقدر تخليها وقت أكثر يعني شلون أقول لك سهلة, يعني سهلة ومكوناتها تقدرين. يلا نضبط لك إياها. هذا أقول لكم سر شنو أنا اليوم جاي مو متريق. متريق أسوي لك شاي. هذه حقك أسوي لك شاي. الله يحفظكم. تبي شاي تبي كرك زايرنا بالاستديو اخونا حبيب قلبنا جاسم حاجي ريوقك ويانا وعلينا اليوم إن شاء الله. على صباح الخير شيف عشا مفروض بلاك كوفي اذا يعني الامريكان بلاك. اي والله بلاك كوفي واورنج جوس لازم. فاحنا بنسوي لك الصينيه اللي فيها درج تحت. بنسوي لك امريكان كوفي. الامريكان كوفي امريكان كوفي. انا يعني من عشاق القهوه. اوكي ايه سومطره اثيوبيا الشيء اللي يكون فيها شويه حموضه. عرفتي الافتر تيست طبعا قدام الشيف انا اطلع عضلاتي. دائما الواحد لما ياكل شيء يكون شوكليت ولا يشرب كوفي ولا ياكل شيء ترى الشيفز يركزون على الافتر تيست. شنو الافتر تيست؟ شنو اللي بعده؟ اللي بعد التذوق. نطاعه الاكل. شاطر ولا طالب شاطر ولا مو شاطر؟ صح والله صح. ليش لجنه تحكيم صح يعني هذا اللي عقب تحسين فيه بالخبز بالقهوه بالكيك. شنو تحسين هذا اللي يحدد هذا الافتر تيست. هذا اللي حدد. يلا تفضلي بس دام فضلك. انا بعد شوي. لا لازم تجربين. لا تقولين صدق. اي بعد شوي راح اجرب. مش امام الجمهور. يلا اذا شنو مكونات الامريكان بريكفاست يعني قاعد اشوف في الوايت بي في هو شوفي اي في اساسيات حقه لازم تجربين ان شاء الله. اي في اساسيات انها تكون موجوده في هو امريكي وفي انجليزي. أوكي. الانجليزي اللي يحطوا لك فيه الامريكي هو يكون لازم في البينز
يحطوا لك الهاش براون يكون في لحم في شيء من بيكن اللحم سوسجز. بيكن السوسج الطماطم المشويه كذي الانجليزي يحطوا لك كرواسون الانجليش مافن الزبده العسل انت تلاحظين ترى انا ماخذة من الاثنين يعني ماخذة امريكي وماخذة المربى واللي مسويته كويتيه هذا ميبل هذا ميبل سيرب حق هذا عم قيقب وهنا هذا من شجرة القيقب من شجرة القيقب الوفل طبعا يا وفل يا يحطوا لك البانكيك الريد بينز هو يعني نوع شيء اساسي يكون فيه ولازم بيض في مطاعم تقدم اللحم تسوي لك الستيك مع المشروم شيء هم يصير يعني سايد صح عرفتي او مثلا الهاش براون يكون يعني بروح هو طبق يصير لك نفس هذا الطبق يكون بيضك بالبيض الهاش براون البانكيك اون سايد ويحطوا لك هذه الفاصوليا مع الصلصه الحمراء اذا نقص شيء من المائده هذه فشله عندهم ولا شنو لا لا ما ما تصير ما تصير ما تصير عندنا شيء اشياء معتقدات شوف انا تزيد ولا ينقص ما ادري شنو انا اشوف الجامعه ترى بين الاثنين اي عشان يعني يكون راحي كافي اي راهي وشكله حلو اقرا شنو مكتوب على السكينه شنو اقرا شو مكتوب على السكينه هذا لما الواحد يكون شيف متمرس كذي يسوي شوف دائما هاشم الشيء اللي تحبه تبدع فيه تحبين تميزينه تميزه يصير عزيز عليك صحيح يعني اي شيء اكيد دائما مبدعه مطبخ صباح الخير وتسلم ايدك على هالطبق راح اذوقه بعد شوي ان شاء الله باذن الله هاشم شنو عندنا؟ الله يحفظكم تسلم ليادي مشكورة شيف عايشة ومن المطبخ ومطبخ صباح الخير إلى مطبخ سوق الكويت للأوراق المالية وما يدور في داخل أروقة سوق الكويت للأوراق المالية مع زميلنا العزيز رائد المطيري أنا محظوظ أمس بالإذاعة واليوم بالتلفزيون الله يحفظك حياك الله الساعة مباركة صباح الخير هاشم صباح الخير دانا صباح الخير عايشة حياكم الله وبداية يوم جديد مثل ما أشرت إن شاء الله ونأمل إن شاء الله تكون تداولات خفيفة على المتداولين وأيضا المستثمرين بإذن الله راح ننتقل حق المؤشر ونشوف آخر مثل ما يقولون تحديثات البورصة مع زميلنا رائد المطيري لكن بعد هذا الفاصل خلكم معنا يا هلا فيكم حياكم الله مشاهدينا الكرام اسعد الله صباحكم بكل خير مرحبا فيكم في رابع جلسات هذا الاسبوع وجلسه جديده بعد تداولات الامس السيوله كانت ضعيفه وكانت ايضا دون او ربما تكون هي الاضعف منذ انطلاق هذا العام او ثاني مره تكون هي الاضعف لكن مشاهدينا الكرام كان هناك ايضا تماسك على بعض الشركات القياديه وتراجعات بطبيعة الحال من نصيب الشركات المتوسطة وكذلك الصغيرة اللي أصلاً لم ترتفع ولم تتعامل مع السيولات العالية اللي مرت على السوق بشكل إيجابي لكن اليوم تأتي هذه الجلسة بعد تذبذبات وبعد أيضاً مسار عرضي لمؤشرات السوق نأمل إن شاء الله بإذن الله أن تكون هذه الجلسة جلسة إيجابية جلسة فيها استقرار فيها أيضا سيولة عالية شرائية موزعة وشمولية على مؤشرات السوق جميعا قبل أن نذهب كالمعتاد مشاهدي الكرام مثل ما عودناكم إلى السوق مباشرة نذهب معكم ونقرأ شيئا من الصحافة نطالع أبرز العناوين وما كتبته الصحف الصادرة في صباح هذا اليوم من عناوين رئيسية بداية من جريدة الجريدة الطلبات تتوالى على المركزي لتأسيس بنوك رقمية تحت هذا العنوان تكتب جريدة الجريدة انتهى اليوم المهلة الرسمية التي حددها بنك الكويت المركزي للراغبين في تقديم طلبات لتأسيس بنوك رقمية تقدم خدماتها المصرفية بالكامل على أن يتولى دراسة تلك الطلبات وتقييمها بدقة الجهات والمستوفية للشروط بنهاية العام الحالي كحد أقصى وشهدت المرحلة السابقة هجمة طلبات لتأسيس بنوك رقمية من شركات وتحالفات مختلفة تضم شركات استثمارية وشركات اتصالات وشركات خدمات وشركات لوجستية وتخزين وبنوك وأضافة الجريدة أن مصادر مصرفية تؤكد أن البنك المركزي يواكب
تلك التجربة العالمية في الصناعة المصرفية الرقمية، كما أنه أيضا داعم ومشجع ومحفز على الابتكار، ودائما ما يدفع البنوك الحالية إلى التجديد وتقديم الخدمات والتجارب المصرفية المتجددة ويعني التي ترضي أيضا العملاء. إذن هذا هو الموضوع الذي تناولته جريدة الجريدة مشاهدين الكرام في صفحتها الاقتصادية لهذا اليوم. أما الجريدة التالية في الأنباء تتناول الموضوع عن المالية، تنظيم العهد وجرد الأصول وعززان الحفاظ على المال العام. تحت هذا العنوان تكتب الأنباء: أكد وزير المالية ووزير الدولة لشؤون الاستثمار عبد الوهاب الرشيد أن تنظيم العهد وهي الأصول أو العهد المملوكة للشركة وجرد الأصول يعدان مطلبا أساسيا لضمان الاستغلال الأمثل لأصول الدولة بكفاءة وفاعلية واتخاذ القرارات التي من شأنها تطوير العمل بصورة متكاملة مع تحديد المسودات أو المسؤوليات والصلاحيات والالتزام بتنفيذها مع وضع الأسس الصحيحة للجرد بما يعزز ثقافة الشفافية والنزاهة والحفاظ على المال العام. هذا ما كتبته جريدة الأنباء مشاهدينا الكرام حول هذا الموضوع. أما السياسة أخيرا فعنوانها الرئيسي على الصفحة الاقتصادية يتحدث عن أسواق المال: تعلن آلية تقديم التظلمات من قرارات مجلس التأديب. قبل يومين تحدثنا عن مجلس التأديب وقراراته على بعض الشركات، اليوم أسواق المال تعلن مرة أخرى آلية تقديم تظلمات من قرارات مجلس التأديب، وتكتب تحت هذا العنوان: أعلنت هيئة أسواق المال ضرورة التقيد بآلية تقديم التظلمات من قرارات مجلس التأديب لديها وفق يعني عدة إجراءات في مقدمتها التقدم بالتظلم خلال جلسة أو 15 يوم تقريبا من تاريخ إخطار المخالفة بالقرار، حيث يكون اليوم الأول فيها هو اليوم التالي للإخطار وصولا لليوم 15 بعد هذا الموعد. إذا مشاهدين الكرام هذه جملة من أخبار اليوم جمعناها لكم ونقرأها وقرأناها عليكم قبل جرس افتتاح هذه الجلسة، قبل متابعة العروض والطلبات لهذا اليوم اللي نأمل إن شاء الله أن يكون إيجابي على مؤشرات السوق، وأن يكون أيضا شمولي بشكل واضح على شركات مؤشرات السوق من صغيرة ومتوسطة وكذلك أيضا قيادية. على بركة الله ننطلق إلى بداية هذا اليوم إلى الأخبار وأيضا العروض والطلبات مع الزميل عايد من استديوهاتنا في بورصة الكويت. صباح الخير أبو عبد الله. صباح الخير رائد، صباح الخير مشاهدينا الكرام واهلا وسهلا بكم. فعلا رائد كانت جلسه ضعيفه للغايه، جلسه متباينه، جلسه ضعيفه بكل المقاييس. طبعا قبل الخوض في جلسه الامس مشاهدينا الكرام ودي اقرا الاخبار الموجوده على موقع البورصه، لان يهمني هذه الاخبار والشركات الموقوفه عن تداول واسباب ايقافها، لان هذه نقطه مهمه جدا مشاهدينا الكرام، والكل ينتظر ليش موقوفه هذه الشركات عن تداول، خاصه في اكثر من 6-7 شركات موقوفه، ودي اقراها لكن على شريط الاخبار الموجود في موقع البورصه. لذلك ننطلق سويه الى قاعه التداول ونقرأ الأخبار الموجودة على شريط الأخبار اللي طبعا نحدد هذه الشركات الموقوفة وأسباب إيقافها، ومن ثم نبدأ حديثنا عن جلسة اليوم وجلسة أمس نتطرق عليها شوي، لكن يهمني الشركات الموقوفة وأسباب إيقافها في هذه الجلسة. لذلك أذهب مباشرة لقاعة التداول ونشوف شريط الأخبار الموجود مشاهدينا الكرام، ونقرأ الأخبار الموجودة على قاعة الموجودة في الشريط، وهي أخبار الشركات الموقوفة وأسباب إيقافها. هذه نقطة مهمة جدا لابد أن نعي هذه النقطة. لذلك مشاهدينا الكرام نشوف معاكم في شريط الأخبار موجود في القاعة. عندي أنا أسباب الشركات الموقوفة قدامي، طبعا عندي أنا الشركات موقوفة لم تقدم بيانات مالية كبيرة جدا، وطبعا هي ريم لم تقدم يعني من 2021 لا الربع الأول ولا الثاني ونصف الأول ولا السنوي، شركات لم تقدم بيانات مالية 31/12/31/33 ما قدمت بيانات مالية نهائيا هذه الشركات. هي عندي شركة واحدة هي آن، شركة آن ديجيتال سيرفيس، آن اللي هي هيتس تيليكوم سابقا. شركات لم تقدم بيانات 31/3 اكتتاب وأجوان شهر الربع الأول ما قدمت إلى الحين، إحنا خل اليوم باكر آخر يوم الربع الثاني، هذه الشركات لم تقدم بيانات الربع الأول. شركات لم تقم بسداد رسوم الاشتراك السنوي لعام 2022 وهي شركة ريم العقارية. شركات موقوفة بقرار من هيئة أسواق المال هي شركة آن كذلك ديجيتال سيرفيس. شركات قرر مراقب الحسابات عدم إبداء رأي في بياناتها المالية وهي شركة تريم العقارية. شركات تجاوز خسائرها المتراكمة 75% من رأس المال وهي شركة ياكو الطبية.
يعني هذه مشاهدينا الكرام اسباب ايقاف لكثير من الشركات، ونلاحظ فعلا مشاهدينا الكرام هذه الشركات لم تق يعني اسباب ايقافها وايقافها واضح. اما بالنسبه لبعض الاخبار الموجوده مشاهدينا الكرام كذلك على شريط الاخبار، المشاريع حصلت على قرض او وقعت عقد ائتمان او تسهيلات ائتمانيه بقيمه 115 مليون دينار لمدة 18 شهر، هذه بالنسبة للمشاريع. كذلك مشاهدينا الكرام كثير من الشركات قاعد تقدم على البنك الرقمي، البنك الرقمي مهم جدا الفترة الحالية، لذلك أكثر من شركة قاعد تقدم، ولاحظنا أمس تقديم كثير من الشركات، والخبر قبل شوي قريته رائد قبل شوي عن هذا الموضوع، ولاحظنا يعني كثير من الشركات قاعد تقدم البنوك الرقمية. شركات أمس كانت قيمها مرتفعة جدا مشاهدينا الكرام هي بيتك الوطني والأهلي المتحد البحريني والكويتية والصناعات والقابضة المصرية والغانم وكذلك يعني الأجيليتي وزين وبعض الشركات الاخرى كالجي اف اتش، هذه الشركات لها يعني كانت السيوله مرتفعه عليها، لكن السيوله ككل سيوله جدا ضعيفه، سيوله يعني للاسف الامس كانت يعني سيوله ادنى سيوله يصلها السوق في خلال عام 2022، لذلك نامل مشاهدينا الكرام بارتداد السيوله في هذه الجلسه ونشوف الامور تتحسن الى الافضل ان شاء الله. نذهب مباشرة المشاهدين الكرام لعرض الطلبات اللي بدت ونشوف إن شاء الله وضعية هذه الجلسة، ونأمل بجلسة إيجابية، جلسة خضراء، جلسة يعني مع بيانات المالية أو مع قرب إقفالات النص سنوية يكون لها دور كبير ودور إيجابي في تحرك هذه الأسهم إن شاء الله، ونشوف ثبات لبعض الأسهم خاصة في ظل تراجع أسواق المال العالمية في جلسة الأمس، والكل متخوف طبعا نوعا ما. لذلك ننطلق سوية المشاهدين الكرام لعرض طلبات هذه الجلسة، ونأمل التوفيق للجميع، ونأمل إن شاء الله أن تكون هذه الجلسة جلسة إيجابية، جلسة خضراء بقوة شرائية إيجابية. إلى الوطني تحديدا مشاهدينا الكرام، ونشوف الوطني وياكم وضعية الوطني في بداية هذه الجلسة. يعني اللي قاعد أشوفه حاليا الوطني مطلوب دينار و40 1750 سهم، معه دينار و45 411 سهم 800. طبعا الأجانب قاعد يشترون بالوطني بصورة كبيرة جدا، يعني اليوم النشر طلعت اليوم شارين في 23 الشهر يعني يوم الخميس الماضي تي 3 شارين تقريبا 4 مليون وشوي في الوطني. بنك الخليج 315 317، الدولي 205 204، برقان 242 242، بيتك 841 838، وبنك بوبيان 776 741، استثمارات الوطنية 266 278، المشاريع 146 150، الامتياز 90.8 91.3، وكذلك ألاحظ عقارات الكويت 138 141، المباني 745 750، والصناعات الوطنية 247 247 في بداية الجلسة وعلى اقفالها. اعتقد الصناعات الوطنية امس كان في شراء جدا ممتاز، والصناعات الوطنية كانت امس من ابرز الشركات. الصناعات الوطنية او مجموعة الصناعات الوطنية وزعت تقريبا 12 نقدي 8 منها، ترى طبعا سعر التفصخ كان او سعر بعد التوزيعه كان 252، تراجع السهم الى 236 37، ولكن طبعا بكثير من المحافظ والصناديق الاستثماريه لديها اغلب الصناديق لديها محافظ او لديها في محافظها او في صناديقها سهم الصناعات الوطنيه تراجع عليها بقوه، لذلك كان الدخول امس لتعديل السعر خوفا من يعني تحقيق لكثير من الصناديق والمحافظ خسائر كبيره جدا في النصف الاول او في شهر يونيو، شهر يونيو يعني شهر مايو خسائر واضحه للصناديق، شهر 6 ان شاء الله يكون هناك يعني افضل حالا من شهر مايو، ومن ثم تبدا الشركات تقفل على هذه الاقفالات او على هذه الاسعار خلال شهر يعني خلال النصف الاول من العام الحالي، لذلك لم يتبقى الا جلسه اليوم وجلسه الغد فقط لا غير لاعلان النتائج لنهايه الربع، ومن ثم تبدا النتائج الماليه تتوالى، والكل متوقع ان تكون النتائج الماليه ايجابيه للقطاع المصرفي تحديدا، ومن ثم تبدا توزيعات مجزيه للقطاع المصرفي وكذلك لكثير من الشركات القياديه. نكمل معاكم مشاهدينا الكرام حديثنا حول العرض والطلب بعد الصناعات الوطنيه، ونامل ان شاء الله ان تكون الامور اكثر ايجابيه من خلال حركه التداول اثناء الجلسه، ونشوف يعني سيوله مرتفعه يعني خاصه سيوله الامس كانت يعني السيوله كانت ما ترضي احد صراحه، وترضي المحافظ والصناديق الائتمانيه وكذلك كثير من الاخوان ما كانت ترضيهم السيوله في جلسه الامس، نشوف ان شاء الله السيوله اليوم تكون افضل حال ولا لا، يبين معانا في العرض والطلبات مشاهدينا الكرام مع افتتاحيه الجلسه. بعد الصناعات الوطنيه، الصناعات الوطنيه حاليا تطلب، انا اثناء حديثي تطلب 249 247، لكن عرض اكثر من الطلب. الكيبلات دينار 370 دينار 365، بوبيانت كماوي 910 920، القرين 335 327، جيليتي 813 805، زين 656 569، وهيومن سوف تاد دانير 101 تاد دانير 140، والافكو 196 195، الجزيره دينار 815 دينار 889، الاهلي المتحد البحريني 259 258 في بدايه الجلسه، وبنك واربا 242 230، ميزان 426
المتكاملة 395 399 وشمال الزور 202 204 وشركة البورصة دينارين 300 دينارين و439 والغانم 822 822 والغانم يتراجع في هذه الجلسة. يعني بداية حمراء للغانم مع بداية الجلسة، فيما ألاحظ أنا يعني في بعض البنوك طلباتها جدا جيدة، في تماسك لبعض شركات السوق الأول تحديدا، يعني قاعد أشوف صناعات وطنية جيدة، قاعد أشوف الأهلي المتحد البحريني جيد، يعني بعض الشركات وضعيتها يعني أكثر إيجابية مشاهدين الكرام في بداية هذه الجلسة. لذلك أعتقد أن في شركات في السوق الأول سوف تكون في المنطقة الحمراء ولكن بكمية تداول بسيطة جدا. حتى هذه اللحظة السوق الأول يعاني من ضعف في سيولته لحد الآن مشاهدين الكرام، تو الناس لكن لحد الآن قاعد أشوف أن هناك معاناة في السيولة، راح تكون السيولة ضعيفة مع بداية هذه الجلسة عكس الجلسات الماضية اللي قاعد نفتح فيها مليون ومئتين مليون وثلاثمائة مليونين، لا اليوم الوضع تغير تماما، أعتقد أن السيولة راح تكون جدا ضعيفة مع بداية هذه الجلسة خاصة للسوق الأول أتكلم أنا. خلينا نشوف السوق الرئيسي ووضعية هذا السوق مشاهدين الكرام، ونعمل إن شاء الله بأن تكون السيولة أكثر إيجابية في السوق الرئيسي الذي قاعد يعاني من تراجعات حادة وتراجعت أغلب أسهمه إلى مستويات جدا متدنية مع السوق الأول الرئيسي، ونشوف البنوك الموجودة في هذا السوق، ونأمل إن شاء الله بأن يكون هذا السوق اليوم أفضل حال خاصة مع قرب الإقفالات، يعني باكر آخر يوم وإقفالات نص سنوية، وإن شاء الله تكون الإقفالات يعني إيجابية لأكثر من شركة. إلى الأهلي الكويتي مشاهدين الكرام والمتحد الكويتي والتجاري القطاع المصرفي الموجود في السوق الرئيسي، ده لاحظ التجاري 481 504، الأهلي 315 319، المتحد 276 279، هذا بالنسبة للقطاع المصرفي الموجود في السوق الرئيسي. أما الكويتية 149 148، الكويتية بوضعية إيجابية، كان في شراء قوي جدا على الكويتية أمس، من أفضل الشركات شراء كان الكويتية للاستثمار، واليوم استكمال لمسيرة الصعود إن شاء الله، وإن شاء الله ما نتأثر في أسواق المال العالمية لأن قاعد أشوف حتى هذه لحظة ما في أي تأثير إن شاء الله. أما العيد 230 242، عمار 61.866، التسهيلات 199 208، وإيفا 88.2 90.5، والبيت 78 78.8، أرزاني 159 148، والأولى 96 98، أعيان 135 134، وكذلك مشاهدين الكرام كامكو 106 110، ويونيكاب 53.2 56، الصفات 138 137. لا اليوم العروض أقل، اليوم العروض أقل، يعني الطلبات أفضل لي من الحين، الطلبات أفضل لي من الحين مشاهدين الكرام لكثير من الشركات. نور 196 208، راسيات 114 118، وكذلك ألاحظ المتحدة 73 74.9، الوطنية العقارية تراجعت أمس بقوة 158 158، أجيال 286 292، عربية عقارية 34.4 35، الإنماء 58 60.9، كذلك ألاحظ مشاهدين الكرام سنام 63 72، تجارة 50 51.3، التعمير 20.8 21.2، مدينة الأعمال 65 70 مع بداية الجلسة، منازل 34.4 36، وكذلك السفن 600 609، وأسمنت الكويت 226 230، وكذلك ألاحظ الاستهلاكية 102 103، استهلاكية باكر آخر يوم لبيع حقوق الأولوية، واللي بيشتري حقوق الأولوية باكر آخر يوم بالنسبة للاستهلاكية، صربوخ 18.9 20.5، وكذلك ألاحظ مشاهدين الكرام سينرجي 38 39.9، والتنظيف ما في طلب العرض 43، مركز سلطاني 119 23، وبعض الشركات الأخرى كالتخصيص ما في طلب العرض 49.4، رغم أن أمس يعني مجموعة أعتقد أن مجموعة الإقليم، شركة الإقليم وهي تابعة للسيد عبد الرحمن السعيد، رفعت حصتها في التخصيص من 6.8 إلى 7.35، لذلك لا قاعد اشوف انا حاليا تخصيص من غير طلبات، وكذلك بيت الطاقه من غير طلب والعرض 48.9 حتى هذه اللحظه مشاهدينا الكرام، وبترو جلف 16.8 18، بترو جلف امس كان فيها شراء، امس بترو جلف كان فيها شراء جدا جيد، وكذلك مشاهدينا الكرام ايفا فنادق 36.4 37.5، امس تراجعت بقوه ايفا فنادق المشتركه 236 441، والاحظ كذلك مشاهدينا الكرام بعض الشركات يعني لحد الان فيها تراجعات بسيطه جدا في السوق الرئيسي، لكن الوضع جيد، الوضع جيد، لم يتاثر باسواق المال العالميه حتى اللحظه. مبرد 77 8.3، منتزات 76.1 78.2، فيوتشر كيد 93.5 99، وكذلك ألاحظ جي اف اتش 85.282، ودشينا الدقيقة الأخيرة
دشينا الدقيقة الأخيرة مشاهدينا الكرام، واللي قاعد يشوف الوضع لحد الآن جيد، رغم وجود بعض التراجعات، ولكن لحد الآن صعب تحديد مسار المؤشرات أمانة، يعني أنا قاعد أشوف في شركات حمراء شركات خضراء، يعني المؤشر ما أقدر أقول أحمر ولا أخضر لهم الحين، لأن الرؤية صراحة غائبة عني في هذه اللحظات، لكن السيولة راح تتم ضعيفة لم يكن هناك دخول في اللحظات الأخيرة. دائما اللحظات الأخيرة يكون في دخول على بعض الشركات وخاصة الشركات القيادية، مما يؤدي إلى ارتفاع السيولة أو ضغوط بيعية تحدث لارتفاع السيولة، لكن حتى هذه اللحظة لا ضغوط بيعية ولا دخول واضح مشاهدينا الكرام حتى اللحظة. لذلك احنا نشوف معاكم اولا باول بداية هذه الجلسة، رابع جلسات هذا الاسبوع، ونعمل ان شاء الله بان تكون جلسة ايجابية، جلسة فيها قوة شرائية، وهي جلسة قبل الاخيرة لاقفالات النصف الاول من العام الحالي. لذلك نذهب للوطني وافتتاح هذه الجلسة ونشوف الوطني هل راح يكون عليه دخول، وكذلك بقية الشركات القيادية حتى نشوف السيولة بداية الجلسة، ولا السيولة كالعادة تبقى ضعيفة مشاهدينا الكرام، ومع دار مسار الوقت او مع مرور الوقت تكون هناك تعديلات للسيولة. ونشوف الافتتاح ما يمدينا مشاهدينا الكرام، افتح قدامكم تباين الأداء، تباين الأداء في بداية الجلسة، تباين الأداء واضح مشاهدينا الكرام، و21 نقطة للسوق الأول تراجعا، والسوق الرئيسي نقطتين خضراء، والعام 15 نقطة في هذه اللحظات، جي اف اتش 84.5، الصناعات الوطنية الصفات 137، الدولي 204، الصفات على اقفالها. نشوف مشاهدي الكرام، يعني شوف انا جي اف اتش منطقه خضراء، لان في المنطقه الخضراء فيوتشر كيد في المنطقه الخضراء ب 100 سهم، نلاحظ كذلك ايفا فنادق في المنطقه الخضراء ب 10 اسهم، الرابطه بالبطاقه الخضراء ب 10 اسهم، ونلاحظ كذلك السيكو على تراجع الفلس، السفن فلس واحد صعودا 400 سهم فقط لا غير، والمصالح بفلسين فاصل 4 ب 50 سهم، ووثاق في المنطقه الخضراء ب 11 سهم 3.3، يعني صعود قوي جدا، لكن بكميات الصفات في المنطقه الخضراء ب 68000 سهم، وكذلك الاحظ اعيان بتراجع فلس، وايفا بارتفاع على 5000 سهم 2300، وارزان ثلاث فلوس مشاهدينا الكرام ب 100000 سهم. نلاحظ الدخول مشاهدينا الكرام، قاعد تتوسع الارباح السوق الرئيسي، السوق الرئيسي ارباح جدا جيده في هذه اللحظات، ستة نقاط، والكويتيه كذلك بوضعيه ايجابيه، العيد بارتفاع الكويتيه بفلس حاليا، الكويتيه تستمر في النشاط الايجابي مشاهدينا الكرام في بدايه هذه الجلسه. قاعد اشوف انا بعض الشركات وضعيتها افضل حالا، الاهلي المتحد البحريني حاليا على استقرار، والبنك واربع على استقرار، الغانم باستقرار، وتراجعات لبعض الشركات، لكن القرين باربع فلوس، كيبلات فلس صعودا، صناعات فلس، مباني بتراجع فلس، عقارات الكويت بفلس، لكن عندي الوطني يتراجع فلسين، الخليج يتراجع فلس، بيتك يتراجع اربع فلوس، بوبيان يتراجع فلسين، وقاعد اشوف ان عيان حاليا 104 الكويتيه 149، الكويتيه هي الانشط 700000، يعني الوضع مشاهدينا الكرام لحد الان السيوله 1,030,000 بالكاد اول دقيقتين، لكن هو تباين اداء المؤشرات في بدايه هذه الجلسه، التباين واضح قدامكم، قاعد نشوف يعني فعلا مشاهدينا الكرام في توقف، في يعني الكل ينتظر على مدار اعتقد الساعات القادمه ايش راح يصير، لحد الان ما في دخول واضح على اي شركه، لكن هناك نشاط لشركات معينه كالصناعات الوطنيه وكذلك الكويتيه لاستثمارهم افضل حالا حتى هذه اللحظه. نامل التوفيق للجميع، ونامل استمراريه مشاهدينا الكرام اللون الاخضر للسوق الرئيسي، ومن ثم السوق الاول ينعكس على السوق الاول، ونشوف منطقه خضراء لجميع المؤشرات، ومن ثم سيوله ايجابيه افضل من سيوله الامس، وكل الشكر للكراد والمشاهدين الكرام وكذلك الاخواني في استديو صباح الخير. يعطيك العافيه ابو عبد الله، كل الشكر لك. اذا مشاهدينا الكرام، افتتاحيتنا على رابع جلسات هذا الاسبوع مثل ما تابعنا معاكم فيها هي يعني ان شاء الله ايجابيه، تتبين ايضا ملامحها بشكل اوضح في ساعات التداول القادمه، لكن متوقع ان تكون مستقره مع السيوله وضعف السيوله اللي اعتدناه في تداولات هذا الاسبوع. الكل ينتظر مشاهدينا الكرام البيانات الماليه بعد العيد ان شاء الله، هناك ايضا حديث اخر، وكذلك ايضا وجهه اخرى ان شاء الله للمؤشرات، وباذن الله يعني كما يقال ماذا لو عاد معتذرا المؤشر وعاد مره اخرى الى التالق وايضا الارتفاع، هذا ان شاء الله سيكون ايضا فرصه لكثير من المتداولين واسعار كنا نحلم فيها. يعطيكم العافيه مشاهدينا الكرام، احنا خلصنا معاكم من التعرف على افتتاحيه هذا اليوم، ونعود من جديد الى تتمه فقرات صباح الخير مع نواف ودانا، وحياكم الله من جديد. يحييك يعطيك العافيه رائد، وايضا كل التوفيق لاهل البورصه سواء متداولين او حتى مراقبين ومهتمين يا دانا. اكيد الحين راح ننتقل معاكم مشاهدينا من استديو صباح الخير يا كويت الى استديو العالم هذا الصباح مع الزملاء يوسف صفر ومنصور القليب. نقول لك صباح الخير. صباحكم الله بالخير. صباح الخير نواف، صباح الخير دانا، يعطيكم العافيه، وان شاء الله بناخذكم انا وزميل يوسف في جوله اخباريه من عالم هذا الصباح.
بالفعل نصبح عليكم زملائنا دانا ونواف وجميع القائمين على برنامج صباح الخير يا كويت. طبعا اليوم عندنا جولة إخبارية محلية منوعة وأيضا أخبار عالمية. خليكم معنا لا تروحون بعيد. إن شاء الله ما نروح بعيد والمشاهدين ما يروحون بعيد، لكن بعد الفاصل. صباح الخير مشاهدينا، ونصبح على كل من يتابعنا من داخل وخارج الكويت في جولتنا الإخبارية من العالم هذا الصباح، وصبح على زميلي يوسف. صباح الخير. صباح الورد عليك يا منصور، أيضا على السادة المشاهدين. مثل ما ذكرت أنت عندنا حلقة جديدة اليوم في جولتنا في العالم هذا الصباح، وعندنا بالفعل أخبار ومواضيع متنوعة نتمنى أن تنال على أرضائكم يا منصور إن شاء الله. أكيد يوسف، اليوم حلقتنا مشاهدينا راح نسلط فيها الضوء إن شاء الله على ملف جدا مهم، وهو جريمة النصب والنصب العقاري وكذلك الاحتيال في المعاملات التجارية وعقوبتها في القانون الكويتي. موضوع مهم راح نناقشه أكثر مع ضيفنا في الاستوديو إن شاء الله المحامي سلطان الشمالي. بالفعل منصور مثل ما ذكرت أيضا مساحتنا الحوارية الثانية راح نتكلم فيها عن التوقعات المرتقبة في اجتماع أوبك اللي هو باكر في فيينا. أوبك بلس بإذن الله تعالى، من خلال ضيفنا في الاستوديو الباحث باقتصادات الطاقة الدكتور مشعل السمحان. مشاهدينا عندنا مواضيع ومتنوعة وعديدة، أهمها مثل ما ذكرنا إحنا موضوع اجتماع أوبك بلس في الغد، وأيضا في اجتماع اليوم لمنظمة أوبك، وكذلك موضوع النصب والاحتيال التجاري والنصب العقاري اللي تضر منه الكثير من الضحايا. خليكم معنا بعد الفاصل. مستجدات الساحة المحلية ورصد متواصل لأحداث العالم، تغطية مستمرة على مدار الساعة وبرامج متنوعة تشمل مجالات مختلفة، كل ذلك وأكثر في الموقع الإلكتروني الخاص بقطاع الأخبار والبرامج السياسية بحلته الجديدة. نرحب فيكم مشاهدينا من جديد. وقعت الهيئة العامة للبيئة مع معهد الكويت للأبحاث العلمية اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع تطوير نظام انذار مبكر لحوادث الازدهار الطحلبي الضار والمد الأحمر ونفوق الأسماك في المياه الإقليمية الكويتية. نعم، مشروع تطوير نظام الانذار المبكر يعتبر من المشاريع الهادفة للحفاظ على البيئة والوصول إلى أفضل الحلول للحد من التلوث البيئي. نتابع. وقع معهد الكويت للأبحاث العلمية اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للبيئة لتنفيذ مشروع تطوير نظام إنذار مبكر لحوادث الازدهار الطحلبي الضار والمد الأحمر ونفوق الأسماك في المياه الإقليمية لدولة الكويت. هذه المنظومة اليوم تتساهم بشكل أساسي في رصد حالات نفوق الأسماك وحالات المد الأحمر والطحالب في دولة الكويت، من خلالها إن شاء الله سيتم النظر في أهم المؤثرات السلبية على حالة نفوق الأسماك، كذلك وضع الحلول اللازمة لتكييف وتقليل هذه الحوادث. سنويا تحدث لدينا حالتين لنفوق الأسماك تقريبا، يجب النظرة العلمية للسبل التي أدت إلى هذه الحالات ومن ثم إيجاد الحلول اللازمة لتقليل المؤثرات السلبية على جودة مياه دولة الكويت. وتهدف الاتفاقية لتطوير مجموعة من الأدوات التحليلية البحرية مع دمج البيانات المتعددة المصادر التي ستكون بمثابة نظام إنذار مبكر لحوادث تكاثر الطحالب الضارة والمد الأحمر ونفوق الأسماك وتطوير نظام ذكي للرصد والتنبؤ. الأمن الغذائي الشغل الشاغل حاليا للجهات الحكومية المختلفة، وطبعا الثروة السمكية هي من أهم الجوانب الأمن الغذائي لدولة الكويت.
واحنا مثل ما كنا عارفين بالسابق الكويت واجهت العديد من المشاكل بالنسبه لنفوق الاسماك والمد وما يسمى بالمد الاحمر، وطبعا هذا سببه الضغط البيئي على المياه الاقليميه للكويت بالنسبه للتلوث وبالنسبه للظروف المناخيه الشديده. هذه الاتفاقية تعتبر امتداداً للتعاون المستمر بين معهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة للبيئة في المجالات البحثية بهدف الحفاظ على البيئة. عائشة أحمد، تلفزيون دولة الكويت. مشاهدينا، تعتبر التجارة من أكثر الأنشطة إغراء لما تدره من أرباح طائلة، لكن هذا المجال لا يقتصر فقط على أصحاب النوايا الحسنة، بل هناك ضعاف النفوس ممن يحاولون استغلال مزاياهم لتحقيق مآربهم من خلال الاحتيال والخداع والغش في ترويج السلع والخدمات إضرارا بالمستهلك. للحديث أكثر عن هذا الموضوع الشائك مشاهدينا، يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو المحامي سلطان الشمالي. لكن قبل ما نبدي لقائنا وياه، خلونا نشوف هذا التقرير المهم ورجع لكم. تعرف جريمة النصب والاحتيال لدى كثير من فقهاء القانون بأنها استعمال الجاني لإحدى الوسائل التدليسية الواردة حصرا في القانون على النحو الذي يحمل الضحية إلى تسليم ماله إلى الجاني بصورة اختيارية، وهي أيضا استيلاء الجاني على مال منقول مملوك لغيره بناء على طرق احتيالية بنية تملكه. وتعد جرائم النصب والاحتيال التجاري من أكثر الموضوعات التي عانى المشرع الجنائي بتنظيمها، باعتبار أنها من الجرائم الواقعة على الأموال والتي من شأنها تهديد الحقوق ذات القيمة المالية. ومما لا شك فيه أن السلوك الإجرامي الذي يأتيه الجاني ويحيد به عن أصول وتقاليد الحياة الجماعية التي تفرض عليه المحافظة على المجتمع وحماية المصالح القانونية، فرضت على المشرع ضرورة إسباغ الحماية الجنائية على هذه المصالح القانونية. وجرائم النصب والاحتيال التجارية تعد من الجرائم التقليدية التي تمتاز بطابع خاص يميزها عن غيرها من الجرائم، فهي تقوم على مجموعة من المقومات الذهنية والقدرات المهارية الابتكارية، حيث يمارس الجاني مجموعة الوسائل والأساليب التي تتواكب مع التطورات والتقنيات الحديثة للحصول على أموال الضحايا على النحو الذي يجعل هؤلاء الضحايا في كثير من الأحيان يقعون في براثن وشرك هؤلاء الجناة المحتالين. وفي القانون الكويتي عرفت جرائم النصب حسب ما نصت عليه المادة 231 من قانون الجزاء الكويتي، هي كل تدليس قصد به فاعله إيقاع الشخص في غلط أو إبقائه في الغلط الذي كان واقعا فيه لحمله على تسليم مال في حيازته، وترتب عليه تسليم المال للفاعل أو لغيره، سواء كان التدليس بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة. مشاهدينا، نرحب مجددا بضيفنا في الاستديو المحامي سلطان الشمالي، ورح نتكلم اكثر حول مخاطر النصب والاحتيال وكيفيه التجنب من هذه الاشكال بالنسبه للنصب. نرحب فيك استاذي سلطان الشمالي ومنورتنا في استديو. الله بالنور استاذنا الكريم. ان شاء الله بالفقره هذه ممكن احنا نقدم توعيه بسيطه باذن الله. واحب اشكر تلفزيون الكويت على الاستضافه الجميله باذن الله. استاذي، عشان لا نطول في الاسئله وغيره وغيره، وهم نفيد الساده المشاهدين،
المسؤولين. شلون يتجنب الشخص الوقوع في عملية النص سواء من الأشخاص أو الشركات؟ أنت عارف في أشخاص يدخلون عليك في السوشيال ميديا أو غيره، أو ممكن يكون كلام بيناتهم، وأيضا في شركات، شلون تتجنب هذا النص في شكل عام؟ طبعا جرائم النصب تعددت ألوانها، واللي ممكن تكون في جرائم إلكترونية، النصب العادي ممكن يكون عن طريق التعاقد إلى آخره. فإحنا عندنا مبدأ عام هو الوقاية خير من العلاج، فالتوعية مهمة جدا، أن أنا ممكن أعلمك شلون أنت تتعاقد إلى آخره، واستشارة المحامية لابد منها، يعني ما هي دعاية كثر ما هو حماية حق الشخص. فإحنا عندنا مثلا الجريمة الإلكترونية اللي هي مثلا منصات الفوركس اللي صارت في التداول في الآونة الأخيرة، اللي ممكن شخص ممكن يدش عليك عن طريق الواتساب، نعم، ويقول لك أنت مثلا تعال تداول ويانا وإحنا لنا نسبة بسيطة من الربحية. معظم الشركات التداول أول شيء سابقا في مرحلة أولية البنك ما راح يطلب منك معلومات أو حسابية، ثانيا المنصات الفوركس كذلك ما راح تطلب منك معلومات. فأنت لما تدلي بياناتك أنت كشفت عن رمز أو مثلا حسابات شخصية لك أنت بالفعل، فبالتالي هذا الشخص نفسه يبي يوصل حق النقطة هذه، وبالتالي يسحب أموال، يعني هي تعود لك وما في أي، يعني لا في منصة ولا في أي تداول. الشركات هذه خلينا نقول في كثرتها ممكن تكون داخل الكويت، تكون برا الكويت، أن ما يكون عليها رقابة في هذا الشيء من عملية النصب، أو أن لا يستمرون في عملية النصب بالنسبة للأشخاص. صحيح. إذا أستاذ سلطان، حسب كلامك الشخص يحتاج إلى وعي قانوني حتى ما يتم النصب عليه، يعني وعي قانوني مسبق نقول قبل ما يقبل على أي عملية تجارية، أو يعني شوف إحنا يمكن أبرز ما ذكرته في بداية الحوار من أهم النصب المنتشر عندنا بالكويت في الآونة الأخيرة النصب العقاري، والكل تضرر منه وأعداد كبيرة، يعني نتكلم عن آخر 8 سنوات تم النصب على أكثر من 20,000 شخص من قبل شركات نصب عقارية استولوا على ما يقارب 2 مليار دينار كويتي. الوعي القانوني مطلوب في هالجانب، لكن مرات يقول لك يعني حتى هذه عملية النصب وراها يكون مكتب محاماة متعاون مع الشخص هذا، مع أنه هذا المكتب القانوني ما عليه أي مسؤولية قانونية في حال تم الامساك في الناصب العقاري. نعم صحيح، مثل ما سؤال جميل جدا طبعا، ومثل ما قلت لك النصب تعدد ألوانه، وكذلك من أهم ما يعني كثرت فيها الضحايا في الكويت هو النصب العقاري. وشنو فكرة النصب؟ النصب قبل أن أدش في النصب العقاري، النصب هو إيهام في أن في هناك مشروع، وبالتالي بغية الحصول على مال يعود لك أن أنا أتحصل عليه، أو همك أن في شركة ولا في عقار بسعر رمزي، فبالتالي أتعاون وياك وأقول لك أن أنا مثلا أعطني المبلغ هذا البسيط وأنا لي نسبة، فبالتالي خذيت الفلوس وخليك على الإيهام هذا إلى أن أنت تكتشف أن المشروع هذا وهمي. النصب العقاري خاصة في مشاريع الخيران وفي مشاريع خارج الكويت، وفي كذلك المعارض من الكثيرة اللي هي أقامت عقار للبيع والشراء إلى آخره والتجارة، ولكن بعد ما كثير من الضحايا شروا العقار اتضحوا أنه هو أصلا ما في عقار ولا هو حتى المخطط، والعقار نفسه هذا اللي أنا مفروض أني شاريه أو الشخص اللي أنا شريت منه هو عقار أوريدي انباع على أكثر من شخص، يعني نفس البيت هذا انباع على 5 أطراف، فهذه من أشكال ورموز النصب العقاري. هل تم إقامة أنت تقي نفسك من النصب العقاري هذا؟ أنت تروح تشيك في وزارة العدل في السجل العقاري، الشخص هذا باع العقار هذا، في أي تصرف بخصوص العقار هذا، وكذلك الشركة هذه نفسها اللي متمثلة في بيع العقار تروح تشيك عليها في وزارة التجارة، وطبعا يعني إخواننا في وزارة التجارة ووزارة العدل ما راح يبخلون علينا في أي معلومة عن الشركات حتى إذا كان فيها قضايا. يعني. طيب أستاذ سلطان، هل لا زالت المعارض تقام أم تم منعها من وزارة التجارة؟ معارض بين قوسين العقارية. نعم طبعا، ولكن لا زالت موجودة وزارة التجارة. نعم إشراف وزارة التجارة. إيه طبعا طبعا. إنزين راح نروح منعطف ثاني. أنا قاعد أتحكي عن العقار في شكل عام، وبالنسبة داخل الكويت أو برا الكويت قاعد في أشخاص أو شركات وهمية وقاعد يتم عملية النصب. إحنا الحين عندنا النصب صار عندنا أسهل، دائما الواحد يبي الربح السريع وهو قاعد مكانه عن طريق السوشيال ميديا.
نتكلم عن النصب بشكل عام الإلكتروني. نعم، النصب الإلكتروني مثل ما أنا بديت بداية فقرتنا، النصب الإلكتروني أو مثلا الشخص اللي يقع في النصب الإلكتروني يعتقد أنه هو تحصل على معلومة مميزة فبالتالي يتحفظ عليها مع الشخص اللي دش اللي هو أصل بالأصل نصاب. فيقول له والله دش وياي تداول بالعملات الرقمية. نعم. اللي هو بيتكوين والكريبتو كورنسي، من غير ما نذكر الشركات أو نذكر مجرد نعم. مجرد العملة. نعم. طبعا نجت اسم الشركات، كذلك التداول في أشياء أخرى اللي هي يروج لها عن طريق المنصات هذه الوهمية. فبالتالي نسبة الشخص هذا أو مثلا طريقة إيهامه جدا مقنعة، ولكن بعد ما يتضح انه ما في اي ايراد، او مثلا لما يلاقي انه هو عن طريق التطبيق ان المبلغ صار ضخم جدا، فهو هني كون الشخص معلش طمع بالمبلغ وتعاون مع الشخص يدفع زياده مره ومرتين وثلاث، لما يبي يكيش المبلغ يلاقي ما في اي نوع من التكيش. حتى المبلغ لما انت تبي تكيشه اذا كان فعلا المبلغ حقيقي يجب كذلك تاخذ تصريحات من البنك المركزي، تصرح عن عمليات اللي انت تحصلت عليها المبالغ الفائض فيها. فنرد حق نقطة المنصة الوهمية هذه، شلون ان انت ممكن يعني تلاحق الموضوع. اولا انت مفروض تستشير مختص متداول في المنصات او البورصة بشكل عام او باخر، ولما هو يقول لك المنصات هذه فعلا حقيقيه الى اخره، انت تدش هنا تتداول وفعلا مثل ما قلت لك تخطر فيها البنك اللي انت ان شاء الله الحساب راح يوصل فيه المبلغ المالي. بالفعل البنك المركزي يرصد اي مبالغ من 3000 الى 30000 لازم تصرح فيها وما فوق. نعم. زين، ولما انت تكيشه يكون العمليه سليمه ان شاء الله وما في اي اشكال. استاذ سلطان، شخصيا انت كمحامي جاتك قضايا من هذا النوع والقبيل انه في الغش الالكتروني؟ طبعا طبعا، انا للاسف عندي شخص دخل عليه شخص، والشخص هذا خارج الكويت. نعم. بعد ما احنا يعني سوينا تحرياتنا بالتعاون واقنعه، طبعا اقنعه لدرجه ان الشخص هذا خذ نهايه الخدمه وخذ حتى الفلوس المفروض ياخذها من بيت تعويشة العمر. اي والله للاسف يعني. فبالتالي راح خذ المبالغ هذه كلها الطائله اللي هو المفروض ياخذها على نهايه خدمته ودعها في حساب الشخص هذا. نعم. بغيه انه هو يتداول في العملات بشكل عام. تالي اكتشف ان المبالغ هذه اللي هو تحصل عليها واللي هو كان يعتقد فعلا يعني ربح فوق ال 2 مليون دينار كويتي مقابل ادائه لمبلغ تقريبا 100000 دينار كويتي، اللي هو لا محاله انك انت ممكن تطلع المبلغ هذا خلال فتره وجيزه جدا. نعم. واللي هو مثل ما حصل وياه، اكتشفنا التطبيق والشخص هو اصلا يعني خارج الكويت، وهو شخص وهمي ومنصه وهميه، وهو اصلا من اللي يدير الحساب نفسه، هو ينزل لك ويصعد لك بسهم بنفس الدقيقه يعني. فالشخص طلع نصاب، اشتكيناه عن طريق النيابه العامه وقدمنا الشكوى، والحين جاري العمل اللازم بالتعاون مع نيابه التعاون الدولي والمتمثله كذلك في الانتربول. يعني هذا تواصل الكتروني ويتم الغش فيه. انا اتكلم عن جانب لما رد على جانب النصب العقاري، هو تواصل مرئي موجود، يحضرون معارض، يوقعون عقود بحضور محامين ويتم النصب عليهم. يعني المعارض كلها نعلم ما تاتي الا بترخيص من وزاره التجاره. نعم. وبالتالي هنا يعني العبء الاكثر يقع على المشتري او من يدخل هذا المعرض لشراء عقار معين، شاليه معين، يجب ان مثل ما ذكرت يبحث ويتحرى ويتقصى عن حقيقه هذه الشركه اذا كان لها وجود او وجودها وهمي. هل هناك تشريعات قوانين بعد المشاكل وبعد ضحايا النصب العقاري، هل هناك قوانين كونكم انتم في مجال قانون تحفظ حقوق ضحايا النصب ايا كان هذا النصب؟ طبعا انت كفرد عادي تقدر انت تسوي الحمايه خاصه لك انت عن طريق ضمانات. الضمانات هذه تتمثل منك انت تعاقد ويا الشخص، تاخذ تشيك، اي ورقه تجاريه على الشخص هذا او الشركه اللي انت بتعامل وياها. سابقا المعارض الذي اقيمت
واللي تم فيها النصب ما كانت تحت إشراف وزارة التجارة للأسف، ولكن مثل ما تفضلت أستاذ بعد عمليات النصب وزارة التجارة كان لازم أن هي تدير المعارض هذه وتراقب الشركات اللي هي قاعدة تروج حق العقارات سواء كانت داخل الكويت أو خارج الكويت. تقصد الإشراف أستاذ سلطان، الإشراف اللي هو المتابع والتحرى عن الشركة من قبل وزارة التجارة؟ طبعا طبعا، وإذا كان لكن الترخيص كان موجود من أول، يعني شلون عفوا الترخيص كان موجود من أول وزارة التجارة، ما يقام أي معرض في أي فندق إلا بترخيص وزارة التجارة. صحيح، ولكن المعارض اللي القضايا الشهيره اللي صارت من غير ذكر اسامي ما كانت تحت اشراف وزاره التجاره، كان فقط شركات تجمعت مع بعض تحت مثل بوثات ولا معرض بمسمى فلاني، وبالتالي قيمه المعارض هذه من غير اشراف وزاره التجاره. نعم فكان من سهل جدا النصب يعني. نعم زميلي منصور ماسك العقار، انا مسكت النصب الالكتروني، لكن عندي شيء الحين وهو هم بعد مهم، العربون في خلينا نقول بيع عقار او بيع سياره شيء الملموس هو شرط في التعاقد استاذي؟ استاذ الكريم العربون هو تعاقد، انت ممكن حتى لما تتعامل ويا بيع عقار ولا سياره ممكن تكتب عقد، العربون هي فقط ورقه تجاريه حاله حال الكمبياله، حاله حال سند القبض، حاله حال وصل الامانه، فهي مثل ما قلت لك ورقة تجارية. ولكن من المهم جدا بخصوص العربون أنك أنت لما تعاقد مع الشخص تكون على دراية، إذا أنت رديت عن البيعة مثلا أنت شراي ورديت عن البيعة تكون على دراية أنك أنت راح تخسر العربون. ومثال يتمثل في هذا الموضوع، إذا أنا كان عندي بيت وكان العربون مثلا 5000، نعم، وأنا شراي وقلت أنا خلاص ماني شاري البيت، حلو، 5000 هذه راح تروح علي، ولكن إذا أنت كنت البايع وصاحب العقار ورديت عن البيعة أنت يجب ترد 5000 وترد المثل. وترد المثل نعم. شنو معنات المثل؟ معنات أنك أنت ترد 5 و5 ثانية بمجموع 10000 دينار كويتي. أنت عندك بيت، أنا بشتري البيت منك، أعطيتك 5000 دينار عربون، أنا المشتري، المشتري أنا رجعت بكلامي قلت لك أنا أستاذ سلطان ماني شاري هذا البيت، العربون من 5000 في القانون خلينا نقول في قانون التعاقد أنه يتروح إلى 5000، لكن إذا أنت صاحب العقار نفسه إذا عندك 5000 وقلت أنت ما راح تبيع ترجع لي 5000 وترجع لي فوقها 5000 ثانية؟ طبعا طبعا احنا ما قاصر عندنا الشيء هذا بالكويت لان ما في دراية للاسف، ولكن هذا حق يعني والقانون نص على ذلك، وهو حق للمشتري اذا رد وحق كذلك البايع اذا رد. قبل لا نختم، احنا ما راح نختم، هم اخوي منصور عنده سؤال، احنا ما راح نختم نعطي للمشاهد سؤال سريع، الختام لم يبلغني فيه المخرج، اي ما راح نختم بعد. نبي نصيحة بالنسبة لأصحاب اللي بيشتري عقار، وأيضا عندنا النصب الإلكتروني، شنو النصيحة أنت توجهها لهم، النصيحة في عندكم القانونية للسادة المشاهدين؟ طبعا بخصوص العقار مثل ما قلت لكم احنا الحين حتى يعني المستأجرين دائما ننصح موكلين اصحاب العقار نفسهم وذوي العقار، اذا انت حبيت تستأجر مع شخص اطلب من الشخص هذا استعلام قضائي. استعلام قضائي هي خدمة تأخذ منك دقيقتين في أي محكمة من المحاكم بالنسبة للمالك هذا. نعم. فلما يجي بالاستعلام راح تلاقي الشخص هذا عليه قضايا إيجارات، فطبعا بطبيعة الحال أنت هني ممكن ترد الشخص هذا لأنه أردي عنده قضايا إيجارات. نفس الشيء يقع على العقار، فأنت تطلب من الشخص هذا اللي صاحب الشركة أو بالمثل أنك أنت تطلب استعلام، أنت من الاستعلام راح تعرف إذا كان عنده قضايا. هل قانون اللاحق أنه يتحرى بموافقة مسبقة الشخص أنت اللي جبت الاستعلام القضائي كذا أنت ما خليت؟ إذا كان استعلام منك أنت عن طريق أحد معارفك هذا طبعا يعني عاقب عليه القانون. جميل، ما أدري إذا كان عندنا وقت مخرجنا نختم بالسؤال أو إذا أستاذ سلطان الموضوع مثل ما ذكرنا موضوع جدا مهم، يتكلم عن النصب بشكل عام سواء كان نصب إلكتروني أو نصب عقاري أو غيره من ما ذكرتها من مواضيع مهمة جدا. تشريع القوانين مطلوب من قبلكم أنتم كمحامين أن توجهون اقتراحات معينة لأعضاء السمة، يتم إقرار قوانين تحمي المساهمين، تحمي الناس الضحايا في عمليات النصب. طبعا هل لكم تحرك في هذا الجانب؟ طبعا والمتمثلة والسباقة فيها هي جمعية المحامين، من عن طريق اقتراحات عدتها في جمعية المحامين، وكذلك في محامين من الزملاء البارزين كذلك،
كان لهم خطوة جدية في مكافحة سواء النصب العقاري، الغسيل الأموال إلى آخره، لأن بالنهاية إحنا كلنا كمحامين نهتم في سمعة الكويت، والكويت دولة يعني ذات سيادة وذات قوانين محترمة فيها تحمي الضعيف والقوي اللي يتعامل بالتجارة وإلى آخره. وفي نقطة مهمة جدا اللي أنا ما ذكرتها اللي حاب أذكرها إذا تسمح أستاذنا الكريم، اللي هو إذا أنت فعلا طحت في أحد الجرائم النصب هذه سواء بالعقار أو مثلا بالنصب إلى آخره، من المهم جدا أن أنت إذا لقيت نفسك في مرحلة النصب تروح أنت تأخذ خطوة وتقدم شكوى عند النيابة العامة. الشكوى هذه تتمثل أنك أنت تأخذ أي دليل من حتى كابتشرات الواتساب ترى تنوخذ فيها، الإيداعات المالية في البنك ينوخذ فيها، لأن كل عملية إيداع فيها تريس، فيها رقم خاص للترانزاكشن نفسه لعملية التحويل، وعملية التحويل تطلع من البنك الكويتي أي كان من أحد الشركات البنوك الكويتية وتدخل في حساب بنكي آخر تبع الدولة اللي يقوم فيها النصب. فبالتالي أنت تسهل العملية حق نيابة التعاون الدولي او الانتربول في رصد العمليه حتى انك انت ان شاء الله يعني ترد. دائما يقولون النصاب دائما يسبق القانون بعشرات الخطوات، هذا اذا لحق عليه، اذا ما اخذ حلاله وراح قبل من هالديره. احنا سعداء عشان كذا انت لازم تاخذ خطوه وتسبق الشخص هذا في تقديمك للشكوى هذه، ويفترض انه يكون عنده وعي وادراك قانوني لما قبل ما يقدم على اي عمليه تجاريه او عقاريه. منصور قبل ان اختم عندك تعليق؟ لا لا مو تعليق، قال انا استاذي بس ما يخالف سامحنا، والمخرج من بعد قاعده اقل من دقيقه، واحد النصب عليه انت قلت يتجه الى النيابه، يروح للنيابه على طول ولا يروح المخفر او يروح لمحامي؟ بس نبين هذه النقطه. طبعا الشخص المحامي هو ليس فرد، المحامي مجرد يختصر لك ويدلك على الطريق الصح. بخصوص النص مثلا بيني وبينك في ورقه مزيفه، تعامل هني بالكويت القانون شرع وكان نص صريح في بخصوص تفريع الشكاوي. نعم، في من اختصاص المخفر متمثله بالادعاء العام التحقيقات العامه، ايوه تروح تقدم هناك شكوى، تاخذ احاله من ضابط المخفر اللي في الدور الارضي عاده، وبالتالي يحيلك حق التحقيق اللي يكون في الدور الثاني عاده كذلك، وهذه تكون من قضايا الجنح اللي تكون 3 سنين واقل. اما في القضايا اللي احنا مثل ما ذكرناها تقدر انت تقدم شكوى الى النائب العام على طول دايركت، ما هذا هو ما اروح المخفر طبعًا. اروح للنائب العام على طول. طبعا تروح النيابة العامة اللي في شويخ اللي هي المركزية، تروح هناك حتى لو تروح عند الطباع ما ياخذ منك دقيقتين، تكتب شكوتك وتقدمها حق النائب العام، والنائب العام يعني بعد 3 أيام 4 أيام يعطونك رقم صادر، وبالتالي يخاطبونك ويحددوا لك موعد بخصوص الشكوى، وهي جهة تنفيذية وسلطة الاتهام طبعا. بالفعل محامينا سادنا سلطان شيماء شكرا على حضورك. شكرا لك، ما قصرت على توضيح بعض الأمور المهمة اللي تهم أكيد المشاهد من مواطن ومقيم. مشاهدينا نشكر باسمكم سلطان شمالي محامي قانوني، ونلتقي إن شاء الله في حلقات قادمة. شكرا لك، حياكم. كل شكر لك. مشاهدينا فاصل وإذا نعود لا تروحون بعيد. نبحر في عالم الصحافة المحلية والدولية، نرصد أهم العناوين ونتحقق من الأخبار والمضامين، نغوص في الافتتاحيات والأعمدة والمقالات ونتعمق بتحليلها وتفسيرها. نستعرض لكم الصحافة العربية والدولية بعيون مراسلين حول العالم. تابعونا في برنامج ماشية الصحافة من الأحد إلى الخميس في الأوقات التالية. مشاهدينا رحب فيكم ورحب بكل من ضم لنا في هذه اللحظة لمتابعة جولتنا الإخبارية في العالم هذا الصباح. أسواق النفط العالمية تترقب نتائج اجتماع تحالف أوبك بلس المقرر عقده باكر الخميس إن شاء الله في فيينا،
وسط توقعات على الأرجح بالحفاظ على خطة تسريع زيادة إنتاج الخام في شهر 7 و8، وكذلك مناقشة العديد من القضايا اللي تخص الذهب الأسود. بالفعل منصور، لكن قبل لا ننتقل الفقرة مالتنا هذه ونتكلم فيها وندش فيها في أسئلتنا مع ضيفنا الدكتور مشعل السمحان الباحث باقتصادات الطاقة، نصبح لك بالخير ونرحب فيك على استجابتك لهذه الدعوة في معنا في جولتنا في العالم هذا الصباح. مشاهدينا، قبل أن نبدأ حوارنا مع ضيفنا وقبل أن نسترسل أيضا بالحوار مع ضيفنا حول هذا الموضوع، خلونا نتابع هذا التقرير ونعود مع ضيفنا مرة أخرى. أجواء صعبة تخيم على اجتماع تحالف أوبك بلس نهاية الشهر الجاري بسبب تعرضه إلى ضغوط غربية متصاعدة لحمله على زيادة إنتاج الخام بأكبر كمية ممكنة للتعويض ولو نسبيا على النفط الروسي الخاضع لحظر شبه كامل في الدول الغربية من ناحية، وللتخفيض من الأسعار التي اشتعلت مع اشتعال الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، حيث تتراوح في مستوى بين 113 و115 دولارا للبرميل. هناك ضغوط شديدة تمارس على أوبك بلس، ضغوط داخلية تمارسها روسيا باعتبارها عضو مؤسس للمنظمة ولا تريد أن تفقد مصالحها، وبقية الأعضاء أيضا لهم مصلحة في أن تبقى روسيا حليفة لهم، لأن هذا التحالف الجديد خلق في الواقع ضمانة إضافية للمنتجين. وتعمل أوبك بلس على إيجاد تسوية ترضي الجميع، وقد تكون في استمرار زيادة الإنتاج بنفس النسق السابق أي 648 ألف برميل في اليوم، على أن تراجع هذه الزيادة طبقا لتطورات الحرب والاستقرار التوازني في السوق النفطية العالمية. ارتفاع أسعار البنزين والغاز ومختلف أنواع المحروقات والتضخم المفرط الذي يشهده المستهلك حاليا في أوروبا بل وفي العالم لا يعكس العلاقة بين العرض والطلب كما هو متعارف عليه، بقدر ما هو في الواقع نتيجة لعامل مستجد يتمثل في الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا وما تبعها من حزمة العقوبات العديدة التي فرضها الغرب على روسيا وفي طليعتها حظر استيراد الطاقة الروسية. من أمام مقرب منظمة أوبك للتلفزيون دولة الكويت، عبد الوهاب القيد. مشاهدينا، وكما تابعنا في التقرير، سيعقد غدا في العاصمة النمساوية فيينا اجتماع أوبك والذي سيقام في ظل تداعيات الحرب بالروسية الأوكرانية على اقتصادات العالم وبالخصوص مجال الطاقة. تفضل يا منصور. باكر اجتماع أوبك بلس اليوم أوبك. اجتماع أوبك نعم. مشاهدينا، حول هذا الموضوع المهم حول التوقعات كذلك المرتقبة من الاجتماع، نستضيف باستديو عالم الصباح الباحث باقتصادات الطاقة الدكتور مشعل سمحان. دكتور مشعل، صباحك الخير وسعداء بلقائك معنا في جولتنا من العالم هذا الصباح. صباحكم الله بالخير، نصبح على المشاهدين جميعا. ويعني بما أن احنا اليوم نتكلم عن ثروة مهمة من يعني ثروات الكويت، أنا ودي بعد أتكلم عن الثروة الأهم وهم عيالنا اللي توهم تخرجوا، نبارك لهم، نبارك لأهاليهم، دعم لهم ووصلوا إلى النتائج إن شاء الله اللي يبونها. وهذا هذه حقيقة الثروة اللي إحنا دائما نقول خلنا نبني عليها، وإحنا إن شاء الله باللقاء راح أبين كيف إن هذه اليوم هي أساس الكويت الجديدة، كويت المستقبل. نعم، بثروة أبنائها أكيد والتنمية البشرية بشكل عام. اليوم أهمية اجتماع منظمة أوبك يوم الأربعاء في فيينا، كيف تراها من هذا الجانب، جانب اقتصادي؟ شوف، هو عشان يكون المشاهد معنا بصورة، تاريخ يعني هو يروي قصة أهمية اجتماع الغد، هو اللي هو اجتماع أوبك بلس. من 2014 إلى 2016 خاضت أوبك، منظمة أوبك، صراعات مع الوضع الاقتصادي، وحاولت جاهدة أن تكون هي من يدير دفة قطاع الطاقة وأسعار النفط، لكن
لم تستطع بسبب الظروف الاقتصادية في ذاك الوقت، يعني كانت أكبر الموجة أكبر من أوبك، فلجأت في حينها إلى تنسيق مع دول خارج أوبك ومسمى بدول المنتجة من خارج أوبك، ووصلوا بهذا التنسيق إلى ما يسمى اليوم في أوبك بلس، عشان المشاهد يكون يعني معانا بالصورة شنو نقصد لما نقول باكر اجتماع أوبك بلس. هذا التنسيق بدأ في 2016، وأهم الدول التي يعني صار لها تنسيق والتعاون هي روسيا والمكسيك من خارج دول أوبك، كذلك في دول أخرى لكن نسبة الإنتاج مالها تكون أقل. الحاصل أن مجموع الآن البراميل بين أوبك والدول خارج أوبك أو دول أوبك بلس وصل إلى تقريبا 47 مليون برميل، مما يعني 50% من الإنتاج العالمي. بهذا التنسيق وصلت القدرة إلى دعم الأسعار، ولذلك متابع لأسواق النفط يعي تماما أنه ماذا حدث بعد التنسيق مع أوبك بلس. بدأت الأسواق تذكرون يمكن وصل سعر برميل إلى 33 دولار، وبدينا نتكلم عن تقشف، وبدينا نتكلم عن حالة اقتصادية مزعجة. صحيح. وبدأت دول الخليج يعني تتراكم فيها العجوزات السنوية في الميزانيات. وتم بعدها بعد هذا الى وصلنا الى ازمه كورونا للاسف، فيعني عرقلت هذا التقدم في السيطره على الاسواق ودعم الاسعار الى يعني مستويات تخدم دول الخليج او تخدم هذه الدول اللي هي اوبك بلس. اليوم اصبح اجتماع اوبك، نرجع حق سؤالك، اصبح اليوم اجتماع اوبك هو اجتماع تنسيقي لما سينتج عنه في أوبك بلس. يعني دول أوبك تنسق ثم تذهب إلى أوبك بلس، اجتماع أوبك بلس بتنسيق كامل، ويتم اتخاذ القرار في أوبك بلس. ومن يعني المفارقات أن في آخر اجتماعين لأوبك بلس انتهى الاجتماع في خلال 10 دقائق، يعني سموه اجتماع 12 دقيقة أو 12 دقيقة يعني. اجتماع السرعة، ليش؟ لأن التنسيق كان خالص، ولذلك ما هو يعني ما تم في اجتماع أوبك بلس هو فقط اعتماد هذا التنسيق وخروج القرار. ويمكن اليوم جدير بالذكر أن هناك كان اجتماع وايد مهم حدث في بطرسبرغ قبل فترة قليلة بين وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان وكذلك وزير النفط الروسي، وهذا اجتماع له قيمة كبيرة في هذه الأوضاع. اليوم نتكلم عن حرب روسيا وأوكرانيا، هناك دعم أوروبي أمريكي لأوكرانيا، عمل يعني محاولة عمل عزلة اقتصادية لروسيا، فلذلك التنسيق أصبح صعب. نعم. اليوم نعم. مع دولة تعتبر الآن معتدية يعني بصيغة سياسية، فلذلك كان اجتماع الأمير عبد العزيز مع وزير النفط السعودي لا أثر كبير الروسي عفوا الروسي لا أثر كبير لما هو قادم في الاجتماع بكرة اللي هو أوبك بلس. في نقطة وايد مهمة أنا أحب أشير إليها، أن هناك حدث في بداية هذا الشهر اللي هو شهر يونيو اتفاق جديد بين دول أوبك بلس، وهو زيادة الكوتا. هم قرروا قبل فترة من بداية السنة إلى رفع نسبة الإنتاج تدريجيا، لكن في يونيو اجتمعوا وقرروا زيادة هذه الكوتا من 400 برميل و30 تقريبا إلى 600 برميل و40 في خلال شهري جولاي، 648 ألف برميل تقريبا 648 بالضبط في يوليو اللي هو جولاي أن أغسطس اللي هو أغسطس. وهذا يعني هذا القرار جاء لدعم الاقتصاد العالمي. ما هو المقصود بدعم الاقتصاد العالمي؟ بعد الحرب الأوكرانية الروسية ارتفعت الأسعار، وهذه أنا أعتبرها الكماشة التي يعني وقعت فيها دول أوروبا وأمريكا، هي كماشة ارتفاع الأسعار ومحاولة تقويض الانتشار او التوسع الاقتصادي الروسي. فهم ان يعني عملوا على هذا التقويض بزياده ارتفعت الاسعار في زياده. ان تركوا الروس
يتوسعون في اقتصادهم، خفت قدرتهم على الضغط على روسيا فيما يخص الأمر السياسي أو الجانب السياسي بين أوروبا وروسيا. فإذا هناك كماشة هي تضغط على دول أوروبا وأمريكا، وهناك كماشة أخرى تضغط على روسيا. روسيا الآن لا تريد، لماذا تنسق روسيا؟ يعني خلينا نقول إحنا من ناحية اقتصادية سياسية، لماذا روسيا تلجأ إلى التنسيق مع أوبك بلس في هذا الوقت، مع أن زيادة الأسعار وتفجيرها في قطاع الطاقة سوف يعني يهلك الدول الأوروبية ودولة أمريكا؟ أعطي آخر مثال، يعني هو ما يحدث الآن في ألمانيا. ألمانيا تعاني من تراجع في الجي دي بي مالها قد يصل إلى 12%، والسبب هو كان اعتمادها الكلي على الغاز الروسي واعتمادها الكلي على ما يأتيها من روسيا من طاقة، رغم تصريح بدائل الغاز نعم الروسي في البداية. يعني أنا قلت منذ البداية لما أعلنت أوروبا أن احنا سوف نستغني، هذا كلام للإعلام، كلام للإعلام، حقيقة لا تستطيع، هناك انفراستراكشر، بنية تحتية، هناك التزامات، لا تستطيع. كلنا يذكر ما حدث في بداية يعني العقوبات على إيران قبل تقريبا 8 سنوات، ماذا حدث؟ تركت أمريكا فرصة سماح، يسمونها فرصة سماح، لجميع الدول التي تتعامل مع إيران حتى تعدل وضعها، كان منها إيطاليا وكان منها اليونان. فقصة كبيرة أن أنت تيوم بين يوم وليلة تقول أنا سأستغني عن النفط الروسي ولا أستغني عن النفط، عن الغاز الروسي، وتستبدله في كندا وبولندا، هذا كلام إعلامي بحت. واليوم ودليل أن كلام إعلامي بحت، اليوم نتكلم بعد 6 أشهر تقريبا من الأزمة، إلى لا زالت الدول الأوروبية تطمح إلى يعني فتح خطاب سياسي جديد مع روسيا لكي لا تتعارق. بالفعل دكتور، دكتور تكلمت ما شاء الله عليك وأعطيت لنا معلومات كثيرة، وأيضا عن زيادة الإنتاج تكلمت فيها، حتى زميلي منصور ما شاء الله عليه عنده معلومة، ما شاء الله المعلومات اللي عنده ما شاء الله. أنا قلت 650 تقريبي حق المشاهد، قال 648 دقيق منصور ترى دقيق، حتى معنا في الإعداد يكون معنا دقيق ما شاء الله. 2000 برميل هذه. إنزين، عندنا إحنا اجتماع أوبك، اللي هو متى كان اجتماع أوبك؟ هو اجتماع أوبك اليوم. اليوم، وعندنا باكر اجتماع أوبك بلس. شنو التحديات اللي راح تواجه اجتماع أوبك بلس ليوم غد؟ هو سؤال بطريقة أخرى، هل سوف يتم تغيير نظام رفع الإنتاج؟ وكلنا يمكن تابع بالسوشيال ميديا اهتمام دول أوروبا في قضية الإنتاج، يمكن وصل لك الفيديو اللي الرئيس الفرنسي يكلم الرئيس الأمريكي ان احنا نعمل جاهدين الآن، طلب من دول الخليج الى رفع الإنتاج، وتعذرت الإمارات بحجة انها وصلت الى حدودها القصوى، فيا ريت يا بايدن انك انت تعمل على يعني فتح نقاش مع المملكة العربية السعودية كونها اكبر منتج في أوبك. يعني بالمناسبة السعودية تعتبر أكبر منتج في أوبك، وروسيا تعتبر أكبر منتج خارج أوبك. حاليا حسب الكوتا ينتجون تقريبا نفس الشيء 10.3 أو 10.4، تراجع إنتاج روسيا بسبب الضغط إلى 9.3، إذن هناك كان نقص تقريبا 1,000,000 برميل للأسواق، نريد أن نعوضه. ليش نعوضه؟ مو حاجة يعني طلب الأسواق لهذه المليون، ولكن بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار. وهذا الارتفاع دائما احنا نقول ليش احنا كدول يعني منتجة ونعتمد على النفط، لا نريد ان نفلت الأسعار بطريقة كبيرة كما حدث في 2000 في نهاية 2008 لما فلتت الأسعار ووصلت الى 147 دولار، وبعدها شنو صار؟ صار أزمة عالمية. بالفعل سقطت الأسعار مرة أخرى إلى مستوى 30 دولار. لذلك نحن اليوم نتكلم عن أسواق متوازنة كي لا نهدم أو نعمل على انهيار الاقتصاد العالمي، وبنفس الوقت نحمي نفسنا في قضية الأسعار، نسميها احنا الأسعار العادلة أو الأسعار الملائمة. وبمناسبة الأسعار الملائمة، أنا يعني وايد مهم اليوم نتكلم عن الوضع الاستراتيجي والتخطيط الاستراتيجي لدول الخليج. شنو المقصود بالتخطيط الاستراتيجي؟ كوننا دول الخليج نعتمد على انتاج النفط وبيع النفط،
احنا دائما مبنيه خططنا على هذا على هذا هذه الثروه. فاليوم نرجع شويه بالتاريخ، وانا دائما استشهد بالتاريخ لانه هو اساس التخطيط الاستراتيجي. يمكن كلنا يعلم ان في قضيه اسمها ذروه النفط او البيك اويل، وهذه خرجت في نهايه الخمسينات وتكلمت عن متى سوف ينتهي النفط في العالم، وحطت رسوم بيانيه وهي مبنيه على نظريه. لكن في هذا الوضع في الستينات والسبعينات كانت دول الخليج يعني تحت هذا الهاجس ان احنا اذا نضب النفط ماذا سنفعل؟ فكانت الخطط الاستراتيجيه مرسومه بهذا الاتجاه. ثم اتت مخاوف في التسعينات والألفين بقضيه الطاقه البديله، سميت بالطاقه البديله، وبدات دول الخليج في هاجس شنو يصير في النفط عندنا اذا توسعت الطاقه البديله، طاقه الرياح والطاقه الشمسيه والطاقه النوويه، شنو راح يصير بالنفط؟ راح تنزل الاسعار، ثم سوف نحن يعني نكون في حاجه اقتصاديه او في حاله اقتصاديه صعبه. الان كل هذه التكهنات اصبحت خياليه. ليش؟ لان قضيه البيك اويل قاعد تتجدد، كان المفروض ينتهي في 2000 او حسب حساباتهم يصل البيك في 2000 بعدين 2020، الحين وصلوا الى نتكلم عن 2200. فاصبح مو هذا هاجس حالي. كذلك الطاقات البديله تغير مسماها، يمكن اليوم كلكم تسمعون ان المسمى هو الطاقات المتجدده وليست الطاقات، لان لا يوجد شيء بديل على النفط بسبب نوعيته. الان الهاجس الحقيقي هي طاقه صديقه للبيئه. الان الهاجس الحقيقي الذي يواجه دول الخليج، وليش انا احب اركز، انا اعتقد هذا هو اليوم الاهم. اليوم احنا وصلنا الى الهاجس الاستراتيجي اللي هو شنو؟ اللي هو عدم كفايه النفط كبيع وايرادات لسد ميزانيات الدول الخليج. لذلك احنا نريد ان نخلق روافد اخرى للميزانيه، هذه حقيقه. الان هذا كله كان تكهنات، نضوب النفط، الطاقه البديله، الان هذه الحقيقه التي نحن نواجهها. وانا الحين اربطها بالكلام اللي قلته اول بدايه، نبارك للاهالي هذه الثروه الحقيقيه. اذا اليوم الثروه النفطيه هي جزء من ميزانيه، كيف سوف نتعامل مع تعزيز الروافد وفتح مجالات اخرى؟ هو طاقات الشبابيه في افكارهم، في ابداعاتهم، في دخولهم في مجال الاقتصاد، سواء مجال المشاريع الصغيره، سواء مجال التوسع في التكنولوجيا. كل هذه الثروات اليوم احنا لازم نستثمر في العنصر البشري، لان اليوم احنا امام مرحله جديده، والاجتماع اوبك بلس اللي انتم اليوم قاعد نسولف عنه كله يتكلم عن مرحله جديده في عالم الطاقه. دكتور مشعل، اجابه بكلمه واحده او كلمتين منك، بنوك استثماريه عالميه تتوقع ارتفاع اسعار النفط او برميل نفط البرنت الى $150 في الربع الثالث. تتوقع ان تتحقق نتائج هذا التوقع من البنوك الاسبانيه؟ حاليا اعتقد صعبه. لان نفس ما قلت لك هناك ازمات اوروبيه وازمات في امريكا اقتصاديه سوف تمنع هذا السبايك او هذا الصعود السريع لل 150. جميل. بالفعل الباحث باقتصادات الطاقه الدكتور مشعل السمهاين، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات والكم من هذه المعلومات اللي وصلناها. لا نشكر اخونا المصحف. لا بالعكس بالعكس، ونعم فيك ونعم فيه، بعرف شلون عين ما تل عن الحاجب، ونورتنا في تواجدك معنا في العالم هذا الصباح. مشاهدينا فاصل ونعود لكم مره اخرى، خليكم معنا. قد يبدو العالم أكثر أماناً إن عرفنا ما يحدث حولنا، لذلك نأخذك في جولة إخبارية لتعرف أحداث العالم. أهم عناوين الصحف المحلية والعالمية نقدمها لكم بصورة تحليلية أولاً بأول. حينما يرتفع أو ينخفض المؤشر نحن أول من يأتيك بالخبر، وحين تريد الاطلاع على أهم القضايا الاقتصادية نحن وجهتك الأفضل. البرامج الإخبارية، كن معنا لتكن أول من يعلم. مشاهدينا مع جولة دولية جديدة حول آخر المستجدات على الصعيد الإقليمي والدولي، وهذه أبرز عناوينها. محادثات إيرانية أمريكية غير مباشرة تنطلق في الدوحة لإنقاذ الاتفاق
النووية. وتركيا توافق على انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو. وقادة مجموعة السبع يخصصون 5 مليار و400 مليون دولار لمحاربة أزمة جوع محتملة. المزيد من هذا كل المواضيع هذه عندنا راح نتكلم فيها في هذا التقرير، خليكم معنا. جولة جديدة من الأخبار الدولية نبدأها من الدوحة، حيث انطلقت جولة مفاوضات غير مباشرة بين واشنطن وطهران من أجل إنقاذ الاتفاق النووي وإنهاء حالة الجمود بمحادثات فيينا المتوقفة منذ مارس الماضي. من جانبها قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الجولة الجديدة من المفاوضات تهدف لحل الملفات العالقة بشأن رفع العقوبات، فيما أعربت الخارجية الأمريكية عن استعدادها لاستكمال الاتفاق النووي وتطبيقه والعودة إلى الامتثال الكلي والمتبادل للاتفاق. وننتقل إلى مدريد، حيث يجتمع قادة حلف شمال الأطلسي الناتو في قمة تستمر 3 أيام ستركز على 6 محاور جوهرية، وستختتم بالإعلان عن المفهوم الاستراتيجي الجديد للحلف للعقد المقبل، وسط تطلعات زعماء الحلف إلى التوصل لاتفاق حول تقديم مساعدات عسكرية لكييف وتعزيز الإمكانيات الدفاعية في مناطق دول البلطيق. ولا نزال في مدريد، حيث وقعت كل من تركيا وفنلندا والسويد مذكرة تفاهم تمهيدا لانضمام البلدان الإسكندنافيان لعضوية الناتو، وذلك في بداية قمة الحلف يوم أمس، فيما رحب الرئيس الأمريكي بموافقة تركيا على انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف، معتبرا أن تلك الاتفاقية ستسمح بتوسيع الحلف وستشكل تغييرا كبيرا في الوضع الأمني. أما في طاجكستان، حيث وصل الرئيس الروسي إلى العاصمة دوشانبي أمس الثلاثاء في أول زيارة خارجية له منذ بدء العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا قبل 4 أشهر، وقال بوتين خلال محادثته مع نظيره الطاجكستاني إمام علي رحمن إنه يريد أن يكون صورة عن الوضع في آسيا الوسطى، مشيرا إلى ما أسماه المسؤولية المشتركة حيال الاستقرار في المنطقة. ونختتم جولتنا من برلين، حيث تعهدت دول مجموعة السبع بتقديم 4.5 مليار دولار إضافي لمكافحة انعدام الأمن الغذائي، مجددا نداءها العاجل إلى روسيا لوقف حصارها بدون شروط للمرافق الأوكرانية. وأكد قادة المجموعة على مواصلة رفع الكلفة السياسية والاقتصادية للرئيس الروسي في العملية العسكرية على أوكرانيا. مشاهدينا عندك منصور، أنا تكلمت وأنا مو على الهواء بس عندك يا منصور. حياك الله يوسف. وصلنا مع مشاهدينا إلى ملفنا الدولي لهذا اليوم، حيث عقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة بطلب من أوكرانيا جراء القصف الروسي لمركز تسوق استهدف مدنيين في مدينة كريمتشوك وسط ردود فعل دولية منددة. مشاهدينا الحديث أكثر حول هذه الجلسة الطارئة ينضم إلينا من نيويورك مراسل تلفزيون دولة الكويت أسامة عبد العزيز. أسامة أهلا وسهلا بك. بداية يعني مجلس الأمن عقد جلسة طارئة جراء القصف الروسي على مركز تسوق استهدف مثل ما ذكرت بداية حديثي مدنيين في مدينة كريمتشوك في وسط أوكرانيا، ما هي أهم القرارات التي خرجت بها هذه الجلسة؟ صباح الخير منصور وصباح الخير لأعزائنا المشاهدين. جلسة مجلس الأمن الطارئة جاءت بناء على طلب من أوكرانيا بعد القصف الروسي لمناطق مدنية ومنها المول، والذي أدى إلى قتل ما يقرب من 18 أوكراني. تمت في مجلس الأمن دعوة الرئيس الأوكراني دلنسكي، والذي تحدث وطالب بشطب ومنع روسيا من عضويتها في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وهو طبعا طلب بعيد جدا عن المنال، حيث يحتاج مثل هذا الطلب إلى موافقة ثلثي الدول الأعضاء في الجمعية العامة، وإذا تم الحصول على هذه الأصوات فيجب موافقة مجلس الأمن الدولي. وكما تعلمون فإن روسيا لديها حق نقض الفيتو، لذلك لن يتم شرد روسيا من عضوية الأمم المتحدة. طلب أيضا الرئيس الأوكراني بإضافة روسيا إلى قائمة الإرهاب، وهو
شيء سمعنا عنه في الفترات السابقة، مؤكدا أن ما تقوم به روسيا في أوكرانيا هي عمليات إرهابية وهي حرب استعمارية. وسمعنا أيضا أن بعض الدول الغربية في مجلس الأمن تعارض إضافة روسيا إلى قائمة الإرهاب. تحدث الرئيس الأوكراني في بداية الجلسة، تلاه مندوبة الأمين العام للأمم المتحدة ديكارلو للشؤون السياسية، والتي أكدت أن استمرار الحرب الأوكرانية سوف تؤدي إلى مزيد من الدمار، وسوف ينتشر هذا الدمار إلى بعض الأجزاء في أوروبا. بعد ذلك تحدثت الدول الأعضاء، ولاحظنا أن معظمهم يطالبون بوقف فوري للأعمال العسكرية الروسية في أوكرانيا، وطالبوا بتدخل الأمم المتحدة وإنشاء لجنة لمحاسبة القادة الروسيين وقادة الجيش الروسي كنوع من أنواع، وذهابهم إلى المحكمة الدولية في فيينا. ولكن لم تكن هناك أي قرارات أو بيانات، حيث يحتاج القرار لموافقة 9 من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، مع عدم استخدام حق النقد الفيتو، وهو ما تقوم به روسيا منذ بداية الحرب، فقد استخدمت حق النقد الفيتو مرتين ضد مشروعي قرار تقدمت به الولايات المتحدة والدول الغربية لوقف الحرب. فمجلس الأمن يقف عاجزا عن إصدار حتى بيان رسمي لوقف الحرب. أسامة عبد العزيز من نيويورك، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج العالم هذا الصباح، واللي كانت منوعة بين محلية ودولية. نرجع إلى زملاء في صباح الخير هاشم ودانا. هاشم، يعطيكم العافية ولكم الهوى. يعطيكم العافية أخوانا يوسف صفر ومنصور الكليب على هذه الجولة الصباحية الجميلة في العالم هذا صباح يا دانا. شكرا. أكيد راح ننتقل معكم مشاهدينا إلى فاصل صغير وندلكم نكمل معكم باقي فقرات صباح الخير يا كويت. ضيوفنا القادمين: المهندس يوسف جاسم الصراف، رئيس قسم تحديد الأعطال بإدارة طوارئ شبكات التوزيع الكهربائية بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة. ابتسام العصفور، فنانة تشكيلية وعضو المرسم الحر والجمعية الكويتية للتراث. المحامية حوراء الحبيب. فجر الرفاعي، تصميم داخلي، تابعوني بفقرة الديكور وكل ما يتعلق في مسألة الديكورات. تابعونا في فقرة حياتنا في بيتنا لحياة أفضل وتغطية الجوانب الهامة لذلك. حياكم الله مشاهدينا الكرام في أولى فقراتنا الحوارية لهذا اليوم الأربعاء مع دخول فصل الصيف، واللي يتميز بارتفاع درجات الحرارة ومن ثم تشغيل أجهزة التكييف لتبريد الهواء، الأمر الذي يزيد من أحمال الاستهلاك للتيار الكهربائي. وزارة الكهرباء والماء مشاهدينا والطاقة المتجددة في أتم استعدادها وجاهزيتها للتعامل مع الأحداث الطارئة اللي قد تتعرض لها شبكات الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف. يا هاشم. أكيد يا نواف، وللحديث أكثر حول جاهزية وخطة طوارئ وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لفصل الصيف، يسعدنا أن يكون معنا المهندس يوسف جاسم الصراف، رئيس قسم تحديد الأعطال بإدارة طوارئ شبكات التوزيع الكهربائية بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة. حياك الله معنا سعادة المهندس. حضرة المهندس، نورنا ومشرفنا. الله يسلمك، مشكورين ما قصرتوا ويعطيكم العافية. صباحك الله بالخير. صباحك الله بالنور. يا هلا والله. إدارة طوارئ الشبكات، يعني احنا نعرف ان طفت الكهرباء خلاص، الحين نبي نتصل على الرقم مباشرة لا تخلونه، وبسرعة بالذات بالصيف. عن هذه الإدارة تعرفنا عليها.
إدارة طوارئ شبكات توزيع هي إدارة خاصة بإعادة التيار الكهربائي بعد الانقطاعات للحاصلة ما بين أو في المناطق السكنية في المحطات الفرعية نتكلم عنها. جميل جدا. لو نتكلم عن مهام إدارة طوارئ الشبكات وخلنا نقول الأعمال المتخصصة بهذه الإدارة، شو اللي تقومون فيه من الناحية العملية؟ من ناحية العملية طبعا الإدارة هي تقوم بعملية إعادة تشغيل انقطاع التيار الكهربائي للمحطات اللي يكون فيها مشاكل أو انقطاع أو فيها أي حوادث يعني. جميل. طبعا أنتم الإدارة لكل الطوارئ الكويت. إيه نعم. يعني الطوارئ أعتقد كل محافظة لها طوارئ أو كل منطقة لها طوارئ. لا إحنا جزء من القطاع نفسه، يعني القطاع نفسه في إيه. عندنا الإدارة هذه مختصة بكاب يعني كل مناطق الكويت، ولكن عندنا مراقبات موجودة في إدارة ثانية. شغالة 24 ساعة شغالة. إحنا نظام الدوام عندنا 24 ساعة. بدون توقف. بدون توقف. إيه نعم. بدون توقف بدون تعب. بدون توقف يعني. خاصة بالصيف يعني. هذا هو الصيف الله يعينهم بعد مع سالفة القطع المبرمج والأحمال الكهربائية الزايدة وغيرها من هذه الأمور. هذا الموضوع أبو يوسف ياخذنا حق منحى آخر اللي هو استعداداتكم وخطتكم لفصل الصيف شنو هي؟ طبعا إحنا كإدارة طوارئ شبكات توزيع دائما يعني مستعدين حق أي طارئ يحصل. في استعدادات تكون فترة الصيف، ولكن يعني مثلها مثل أي يوم عادي، يعني نركز بس إنه يعني لا في سرعة الاستجابة، في سرعة الوصول للمكان الخلل اللي يكون فيه وحل المشاكل. جميل. هي عادة يصير بالصيف أكثر لأن الأحمال تزيد، ولا لأن بعض المحطات مثلا تكون يعني بلا صيانة وتكون قديمة؟ لا يعني دائما الصيانات موجودة متوفرة طول فترة يعني السنة، يعني ما هي منقطعة. لكن احنا مو بس عندنا فترة الصيف، عندنا فترة الأمطار، فترة الأعياد، فيعني تكون يعني الإدارة مهيئة نفسها على مدار السنة. على مدار السنة. جميل جدا. وايد نسمع يعني سعادة المهندس ان هناك قطع مبرمج وقطع مبرمج، وش سالفة القطع المبرمج؟ ماذا يعني القطع المبرمج حق الناس اللي ما تدري؟ القطع المبرمج اذا لا سمح الله صار عندنا في مكان ما من المناطق اللي زادت احمالها. حلو. وزاد استهلاك الكهرباء فيها، فيكون في قطع مبرمج. قطع مبرمج اي، لكن السلامة يعني سيفتي ريجوليشنز ولا شنو هو؟ يعني لتخفيف على المنظومة نفسها. اها جميل. يعني انت ما تبي توصل لمرحلة حوادث او شيء ما. جميل. شو اللي عادة تصير مهندسنا العطل اللي يصير يعني بشكل مستمر، انتم عندكم متعودين عليه هذا العطل، هل هو مثلا في مكان يعني لانه قديم مثلا ويحتاج صيانة اكثر من مرة، ولا يحتاج لتغيير؟ اغلب الاعطال اللي تواجهونها الأعطال اللي قاعد نواجهها مثلا يعني مثلا داخل محطات اللي هو استهلاك عالي للكهرباء. زين، في المحول نفسه او المنظومه نفسها تكون فيها يعني بعض المشاكل اللي تحصل من السحب العالي للكهرباء، يعني الضغط العالي عليها يعني. اي نعم. وزائد الكيبلات الارضيه يعني تكون بعض المرات مقاولين موجودين في المنطقة نفسها، فيقوم بمثلا عملية زلق للكيبل أو جرح للكيبل، فيقوم مثلا يعمل عملية انقطاع أو بداية انقطاع نقول حق الكيبل نفسه. زين، هذا الموضوع ياخذنا أخوي جاسم حق أخوي يوسف عفوا حق موضوع آخر اللي هو هل هناك في مخططات للشبكات الكهربائية إذا كان يصير هناك مثلا إصلاحات من قبل الهيئة العامة لأعمال الطرق وزارة الأشغال أو غيرها؟ هل يكون في تعاون ما بينكم وبينهم؟ في تنسيق دائم وفي وتعاون مستمر معهم، وموجودة المخططات، موجودة المنظومة، يعني كشبكة الكهربائية في عندنا كل الاحتياجات اللي نعرفها عن الشبكة نفسها. يعني يقولون في كورونا هاشم مهندس يوسف أن يعني الشوارع ارتاحت يوم كانت يعني ما في ضغط، لكن الكهرباء زاد عليها الضغط لأن الناس كانت موجودة في البيوت. هل هذا الشيء يعني وفق الخطة عندكم أنه والله كل ما في الفترة الفلانية من السنة لا لازم نزيد الجهد لأن هناك استهلاك أكثر؟ هل الصيف فقط ولا الشتاء ولا هو دائما عندك فترة الصيف تزيد الأحمال من ناحية التكييف؟ زين، ولكن فترة الشتاء تخف الأحمال لأن
تكون وحدات التكييف أو منظومة التكييف الموجودة في المنازل أو المجمعات تكون أخف استهلاكا. فلكن يعني مثل ما تتعامل بالصيف تتعامل بالشتاء، يعني لأن أنت قاعد تريح معداتك لعمل الصيانة اللازمة لها. جميل إيه؟ جدا. إنزين، يقولون أحمالنا الصيفية أكثرها هي من الـ AC، من الـ Air Conditioning، من أجهزة التبريد والتكييف، هل هذا شيء صحيح؟ أكيد طبعا، هي اللي يعني تستهلك أكبر قدر من الطاقة. يعني أنت مثلا في فترة الشتاء ما تحتاج تبطل تكييف البيت. صحيح. زين، واستهلاك التكييف يعد عالي بالنسبة للمنظومة بشكل عام. يعني أنت لو بيتك مثلا راح تلاقي أن استهلاكك في فترة الصيف غير عن فترة الشتاء، أكثر شيء يكون رايح على التكييف. التكييف طبعا. جميل. بس مو ملاحظ هاشم أنه يعني السنة هذه واللي قبلها أو 2021 2022 صارت قطاعات أخف من قبل، يعني هل هذا دليل على أنه والله في تغيير في نظام صيانة الشبكات ولا شو الدليل؟ طبعا مو تغيير، هو نفس النظام موجود متعارف عليه عندنا في قطاع شبكات التوزيع، لكن يعني مثل ما نقول يعني بدأنا نحل أو عملية تريح للشبكة نفسها من ناحية التوزيع ومن ناحية اكتشاف أماكن اللي تكون فيها الضغط ومحاولة أن يعني نوزعها بشكل جديد. يعني جميل جدا. لو نتكلم عن مدى جاهزية فرق الطوارئ لحالات الانقطاع، سواء كانت انقطاعات مبرمجة أو انقطاعات يعني خلنا نقول بسبب مشاكل أو غيره، إيش كثر أنتم مستعدين على أهبة الاستعداد؟ إحنا مثل ما قلنا يعني مدة الاستجابة إيش كثر؟ مدة الاستجابة، الفترة الزمنية المستغرقة لحل المشكلة. بالضبط. طبعًا هي تختلف من مشكلة مشكلة يعني. زين، ولكن فرق الطوارئ من أول ما يوصل البلاغ أو فتقوم فرق الطوارئ تابع الوزارة كلها على أهبة الاستعداد وتطلع للموقع سواء من شبكات النقل أو شبكات التوزيع. حتى توزيعهم الجغرافي أعتقد يعني مختار بعناية هاشم، بحيث يكون قريب، يعني مثلا صار انقطاع بالقطعة الفلانية في المنطقة الفلانية، فقريب عندها هذه الطوارئ، المنطقة هذه عندها خط، عندها مركز طوارئ في المنطقة الثانية. أعتقد هذا مهم في التوزيع الجغرافي. أكيد، يعني أنت تتعامل مع محافظات، يعني تبي الوصول الأسرع بشكل سريع للمكان اللي فيه الخلل أو على أساس تعالجه يعني. ومن بعد احنا ما ننسى ان في عندنا اهلنا واخواننا بالبيوت وين يعني يحتاجون هذه الخدمه يعني. بالضبط. جميل جدا. اخوي يوسف، لو نتكلم عن اكثر مشكله تواجهكم كموظفين ومهندسين في هذه الوزاره تجاه خلينا نقول عملكم، يعني اكثر شيء انتم تحاتونه في هذا العمل شنو؟ يعني تتعامل مع شبكه كهرباء. اوه. يعني الأمن والسلام أهم شيء. الأمن والسلام أهم شيء. أكيد. يعني متابعين خلنا نقول إرشادات الأمن والسلام وغيره. الحمد لله متابعينها، وفي في دورات تدريبية موجودة لتأهيل المهندسين والمهندسات والعاملين في وزارة الكهرباء والماء بأن يكونون مؤمنين على نفسهم من ناحية الاشتراطات الأمن والسلامة. أسأل الله يوفقكم إن شاء الله. وإن شاء الله ما يصير فيها انقطاعات ولا مشاكل، ويمرها الصيف إن شاء الله بسلام. إن شاء الله. كلمة ودك تقولها مهندس يوسف؟ استخدامكم أمانة. جميل. يعني حاولوا أن تستخدمونها بشكل سليم، أي للطاقة الكهربائية فقط. يعني اللي أنت مو محتاجة طفه، لا تخلي شغال. يعني ترشيد بالاستهلاك وغيره من هذه الامور. هذا هو يعني تقريبا، يعني مثل ما نقول يعني. اكيد. كل شكر لك ضيفنا المهندس يوسف جاسم الصراف، رئيس قسم تحديد الاعطال باداره طوارئ شبكات التوزيع الكهربائيه بوزاره الكهرباء والماء والطاقه المتجدده. شكرا لك. يعطيكم العافيه، مشكورين، ما قصرتوا. شكرا لك. الله يسلمك. بنروح حق دانا. يعطيك العافيه. يعطيكم العافيه، شكرا على هذا اللقاء. أما الحين مشاهدينا راح ننتقل معاكم ونتكلم عن التصميم الداخلي أو الديكور، اللي يتلخص في خدمة تصميم العناصر الجمالية ويعتمد على تقنيات الإبداع والابتكار، وفيها شوي من التفنتج. راح تاخذنا المهندسة فجر الرفاعي بجولة بعالم التصميم الداخلي والديكور الحديث، تابعوها.
صباح الخير، معكم مصممة فجر الرفاعي في فقرة مودة. اليوم راح نتكلم عن تصميم صالة المعيشة. طبعا هذا المكان اللي احنا نقضي فيه ساعات طويلة ونقضي فيه الاجتماعات العائلية الجميلة لازم يكون متصمم بالطريقة اللي تحسسنا بالراحة والهدوء. طبعا عشان نصمم هذا المكان في أساسيات لتصميمه. من أهم الأساسيات إن يكون هذا المكان مريح ومصمم بحيث يلم جميع أفراد الأسرة. طبعا احنا في أي تصميم أي مساحة لازم ندرس الاحتياجات. من الاحتياجات الأساسية لتصميم هذا المكان هو وجود بعض العناصر اللي نحتاجها. طبعا كل صالات المعيشة ما تخلى من وجود وحدة التلفزيون وتوزيع الأثاث، توزيع السوفا وتوزيع الطاولات اللي بالنص أو الجانبية. غير ذلك ممكن بعض العوائل تحط مثلا طاولات طعام تكون مطلة على صالات المعيشة، ولذلك يتوجب علينا أن نصمم الوحدتين أو المكانين بطريقة متناسقة. الحين خلونا نتكلم عن أساسيات تصميم صالات المعيشة. عشان إحنا نحصل على مكان متهيئ لازم نعرف نختار أثاث صالات المعيشة. لازم يكون مريح، لازم يكون متصل اللي هو L-shape أو U-shape عشان نقدر نحصل على أكبر مقاعد ممكنة. طبعا وجود السجاد في هذا المنطقة وايد مهم، وعلى أساس علشان نختار السجادة المناسبة لازم نراعي القياس المناسب. وايد مهم في هذا المكان ان احنا نختار حجم بوصة التلفزيون بحيث يكون مناسب للحيز اللي انا اخترته. وايضا وايد مهم ان احنا في هذا المكان نختار الطاولات اللي ما يكون فيها اطراف حادة، لان هذا المكان في حركة مستمرة. الاطفال او الاشخاص ممكن يمرون في هذا المكان بشكل مستمر وممكن يصطدمون بالأطراف الحادة إذا كانت في الطاولات على شكل مربع. لذلك أنا أفضل أن أنتوا تختارون الطاولات اللي شكلها انسيابي واللي ما فيها أطراف، سواء البيضاوية أو الدائرية. في هذا المكان أيضا مثل ما قلت لكم لا تنسون وضع السجادة بالمقاييس الأساسية اللي احنا نحتاجها، لا تكون أصغر ولا تكون أكبر. طبعا علشان نختار المقاس المناسب للسجادة وتؤدي الغرض منها لازم نعرف حجمها المناسب، وغالبا يكون الحجم اللي يكون تحت أرجل السوفا مالتكم على حسب المساحة اللي عندكم. فلذلك ردوا اقروا مثلا القياسات الأساسية في حجم السجادة عشان تختارون السجادة الصح. الشغلة الثانية اللي حابة أقولها هو موضوع الإضاءة. وايد مهم أن تكون الإضاءة مريحة وغير مؤذية للعين، وأحنا بهالمكان نفضل تكون الإضاءة الطبيعية هي الأكبر والأكثر، لأن وجود الإضاءة الطبيعية راح تحسسنا بفترات النهار الجميلة. وجود الإضاءة الصناعية أو الإضاءة اللي إحنا نحطها سواء الجانبية على الحائط أو اللي تيلي من الأسقف لازم تكون بدرجة مدروسة وتكون مريحة للعين وغير مزعجة. وأنا أفضل أن أنتوا تختارون الإضاءة الغير مباشرة علشان نحس بتأثير الإضاءة ولكن بشكل لطيف. في النهاية أحب أقول لكم إن هذا المكان مكان عائلي، مكان نجتمع فيه، نضحك فيه، نقعد مع عائلتنا الفترات الأطول في اليوم. حرصوا على قراءة الأساسيات في تصميم هذا المكان، إن كان من اختيار الألوان، من اختيار الإضاءة، من اختيار وحدات الأثاث. كانت هذه فقرتنا لليوم، إن شاء الله تكونون استفدتوا ونشوفكم في فقرات قادمة.
حياكم الله مشاهدينا. نحرص دائما في برنامج صباح الخير يا كويت على توضيح الجوانب القانونية والمواضيع المتعلقة فيها مع المختصين، لإطلاع المشاهد الكريم على كل ما يتعلق بهذا الشأن والاستفادة طبعا وكذلك التثقيف العام يا دانا. أكيد نواف، ومن هذا المواضيع نناقش اليوم موضوع الخلع بين الزوجين، ماله وما عليه، مع الأستاذة حوراء الحبيب. حياك الله معنا. الله يحييكم ويا هلا فيكم وكل من انضم إلى الفقرة القانونية، وإن شاء الله بإذن الله يعني تكون الاستفادة اليوم عاد تكون مميزة لأن الموضوع مميز. أكيد. مميز هذا الموضوع. صباحك الله بالخير أول شيء. صبحك الله. ودانا يمكن الخلع تحديدا أو أغلب المصطلحات القانونية في هذا الموضوع أو الطلاق عموما، يعني المفاهيم عند العامة من الناس ممكن مو واضحة. مغلوطة. فبالضبط يعني إحنا قلنا خلع، بس شنو يعني الخلع يعني؟ طبعا بالنسبة إلى الخلع هو نوع من أنواع الطلاق، وهو نوع من أنواع الطلاق الاتفاقي بين الطرفين. الخلع عبارة عن طلاق تطلب الزوجة، أساس يكون المصطلح يعني بسيط لدى يعني المشاهدين، نوع من أنواع الطلاق اللي تطلبه الزوجة من الزوج، ويكون هذا الطلاق بمقابل عوض، يعني شيء هي تعطيه للزوج في مقابل طلاقها، لأن هي اللي طالبة. نعم، لأن هي اللي تكون طالبة الطلاق. إذن تبذل شيء بمقابل طلاقها، ويتم الطلاق طبعا بموافقة الزوج وحضوره. أستاذ، نبي نعرف هل للخلع آثار على حقوق الزوجة أو الزوج؟ نعم، للأمانة هذه من التساؤلات اللي يعني تتكرر بشكل شبه يومي عندنا بالمكتب. أن المرأة يعني عندما يعني تفكر في مسألة الخلع تعتقد بأن هناك أثر سلبي راح يحوشها أو في شيء راح يأثر على حقوقها. أثر الخلع بشكل عام عندنا لابد أن نفرق بين قانونين، اللي هو قانون الأحوال الشخصي وقانون الأحوال الجعفري. قانون الأحوال الشخصي، الخلع اليوم المرأة تخلع نفسها بمقابل شيء إذا ما تنازلت عن العدة والمتعة فهي حق لها، وإن كان الطلاق خلعي إذا ما تنازلت. بالنسبة إلى الجعفري، قانون الأحوال الجعفري، بمجرد وقوع الخلع الشيء الوحيد الذي يسقط عن المرأة اللي هو نفقة العدة. لذلك فإن يعني في مختصر الموضوع، الأثر لو بتكلم ما هو الأثر، الشيء اللي أنت بتتنازلين عنه هذا راح يكون أثر الخلع، راح يطيح ويكتب ويثبت ذلك في وثيقة الطلاق. هل له أثر أيضا على مثلا الحضانة؟ حضانة الأم؟ طبعا لا، لأن هذه كذلك نعم يعني الكثير من التساؤلات كانت تجيني، المرأة تقول لا أنا ما بخلع نفسي، أخاف أن الحضانة تسقط من عندي، أو أخاف أن أنا تتأثر النفقات الخاصة بالمحظون إذا كان نوع الطلاق مخالع. لا أبدا، دائما أنا أقول يعني وأشرح وأوضح كل الموكلات في هذه المسألة، الأمور الخاصة بأبنائك والأمور الخاصة بالحضانة ليس لها أي ارتباط بطريقة الطلاق، إذا كان طلاق خلعي، طلاق رجعي، طلاق للضرر، هذا شيء وهذا شيء. بل أضيف على ذلك، وهذه نقطة جدا مهمة لأنها تتكرر وايد في قانون الأحوال الشخصية في الكويت، عندنا يعني وهناك مادة قانونية تنص على ذلك، إذا المرأة خلعت نفسها بمقابل تنازلها عن أبنائها الخلع يصح والشرط يبطل. الشرط يبطل يعني، يبطل يعني أنت اليوم خلعتي نفسك مقابل تنازل، هذا في قانون الأحوال الشخصي وليس الجعفري. اليوم خلعتي نفسك بمقابل تنازلك عن طفلك أو ولدك أو بنتك، في هذه الحالة الخلع صحيح والشرط يعتبر باطل بموجب القانون، هو في مادة صريحة تنص على ذلك. إذن اليوم الخلع ليس له أي ارتباط بالحضانة ولا بالنفقات، لا تعتقدين إذا خلعتي نفسك نفقة أبنائك راح تتأثر أو تقل أو تكون أقل، أو أن الحضانة راح يعني تكون في ضرر على الحضانة حالا أو مستقبلا. هو معروف أن يطلب الطلاق أو تطلب الطلاق المرأة، لكن نعم. طلب الخلع هل هو شائع بالكويت؟ بالنسبة إلى طلب الخلع طبعا نعم، من الأمور الشائعة جدا، لكن في نقطة جدا مهمة، اليوم طلب الطلاق يكون بعدة طرق. الطلاق إما يكون اتفاقي أو يكون طلاق محكمة. أيوة. اللي هو طلاق للضرر. بالضبط. الآن طلب الخلع من قبل الزوجة هو نوع من أنواع الطلاق الاتفاقي، لا يتم إلا بموافقة الزوجة. نسمع كثير من الحالات وهذا شيء شائع خاصة الريايل، تبين تطلقين روحي خلعي نفسك، روحي المحكمة خلعي. مو صحيح هالكلام، لأن المرأة لا تستطيع أن تخلع نفسها بنفسها، لابد من موافقة الزوج وحضوره، وهو نوع من أنواع الطلاق الاتفاقي. رضا الطرفين يعني، مو طرف رضا الطرفين. المرأة تعرض مقابل طلاقها، تبين تتنازلين عن بيت
تبين تتنازلين عن حقوق زوجية معينة، تبين تتنازلين عن شيء معين، تبين تعطينا مقابل لطلاقك، الزوج إما يقبل إما يرفض. يعني ممكن ترى المرأة تعطي، أنا عندي حريم، مستعدة تعطي مهرة كامل، مستعدة تعطي كل شيء، كل شيء، وتتنازل عن بيتها، لكن يقول لك أنا ما أبي، أنا مو موافقة على الخلع. في هذه الحالة الخلع لن يتم، لأن لابد من موافقة الزوج على ذلك. لذلك تلجأ للطلاق، تلجأ للطلاق للضرر، لأن في هذه الحالة ما نقدر، في الكويت ما عندنا شيء اسمه دعوة مخالعة، لابد أن تلجأ لرفع دعوة الطلاق للضرر، لأن طبعا هذا في دعوة الخلع موجودة في أنظمة قضائية أخرى في دول أخرى، لكن الكويت، الكويت ما تبنت الخلع القضائي، وإنما فقط الخلع الاتفاقي الذي يقع ويرتب أثره بموافقة الزوجين معا. زي أستاذة، نبي نعرف منك، يعني هل حالات الطلاق أكثر من حالات الخلع؟ طبعا بالنسبة إلى حالات الطلاق والمخالعة اليوم، أنا بتكلم عن الوضع الحالي اللي أصبح الكثير من النساء يعني مقتدرات، ما عندها مانع أنها تتنازل عن حقوق معينة. نعم، قد يعني قد أقول بأن حالات المخالعة يعني كثيرة، ولكن في الوضع في الوقت نفسه أنا يعني ما عندي إحصائيات مؤكدة أو أرقام أكيدة. على واقع العمل ومن خلال واقع عملي أنا وزملائي في مكاتب المحامين، يعني إحنا وجدنا بأن اليوم مسألة الخلع انتشرت بشكل كبير. في السابق ما كنا نسمع فيها وايد، كان الرجال إما يطلق إما المرأة ترفع دعوة طلاق للضرر. اليوم لأن المرأة تعلم بأن نظام التقاضي عندنا نوعا ما طويل، ويحتاج إلى يعني مادة كذلك لتوكيل محامي والقيام بإجراءاته، وبالتالي تلجأ إلى المخالعة، لأن في النهاية لما تحسبها إذا كان البذل شيء بسيط تصير نفس الحسبة يعني. ولكن المخالعة طبعا أقصر، تخلص في يوم واحد، في 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 موعد واحد، ما تطول نفس دعوة الطلاق للضرر. الحالة الوحيدة اللي ممكن نلجأ للطلاق إذا رفض الزوج، خلاص ما عندها حيلة تطلق نفسها إلا عن طريق يسكر الباب عليها خلاص. نعم. عادة أيضا دانا مشاهدين أيضا أستاذة حوراء، المحامي نفس الطبيب المعالج النفسي يعني. فتصير عنده قصص غريبة، تصير عنده يعني مواضيع غريبة، مر عليك أكيد موضوع الخلع تحديدا. مر عليك شيء من هالقصص الغريبة؟ نعم، يعني في إحدى أتذكر في إحدى الحالات كان عندي حالة، والمرأة جت عندي المكتب تقول إن رايلي مصمم على أن أخلع نفسي بنفسي ومو قابل إنه يطلق. أنا رفعت التليفون عليه فبلغته يا ولد الحلال، المرأة بتخلع لكن لازم وجودك، لازم تيجي، لازم أنت اللي توقع. لا أستاذة، خلت روح تسبقني هي المحكمة. قلت له ما يصير، ما يعطونها الدور، ما يعطونها الرقم، ما يدخلونها على الموثق، لابد من وجودك أنت اللي توافق. عاندني، قعدت فكرت شلون هذه أطلقها، الريال يعني مقابل. قلت لها ما عندك إلا حل واحد اللي هو رفع دعوة الطلاق للضرر. فأتذكر من ضمن الجلسات اللي كنا نحضرها ورفعنا دعوة الطلاق للضرر، في البداية أنا كنت وايد أسايرة أسايسة، تعال خل نخلص وانت ربحان وانت كذا. بعد ما شاف بأن دعوة الطلاق للضرر خسرتها المادة، لأن هي طلبت نفقة زوجية وهي على ذمته، فهو عداد شقال عليه. فأتذكر من ضمن الحوارات اللي في الجلسة صارت، فأنا كنت أتكلم في الطلاق للضرر، فالقاضي كان يقول لا أنا كلمت حوراء الحبيب، هي 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 غير عن هذه المحامية. فالقاضي يقول له هذه حوراء الحبيب، فكان يقول له لا هذه مو هي الشخص اللي كلمني بالتليفون، اللي بالتليفون كانت إنسانة طيبة. كان القاضي يقول له ليش هذه شريرة؟ قال إيه شوفها شو تقول عني. فأنا أقصد إنه يعني تغير الموضوع. نعم، يعني يعني أنت اليوم يعني المقصد من هذا الموقف بأن إذا كان عندك طريق أقصر لحل المشكلة ولإنهاء الخلاف خلصها وديا، لأن في المحاكم راح تصير القصاص، وراح تصير يعني راح تكبر الأمور وراح تنكشف أوراق قد يكون الشخص يعني يفضل أنه ما يكشفها على أساس الحياة الأسرية. وتدري يعني اليوم يعني الواحد يتمنى دائما الستر، الستر وعدم تفكك الأسر. أستاذة عندي سؤال يمكن يعني الرجال الحين يحطون علي. أنا ما راح أحطك، شقول خذيرة. متى المحامي ينصح الوحدة أن تلجأ للخلع؟ للخلع. للأمانة يعني أنا يمكن اللي يسمعني الحين إذا يعني هو شخص يا استشارني أو موكلية استشارتني تعرف طريقتي. أنا طريقتي إذا أنا أنصح في الخلع أفكر في أمرين أساسيين، المادة والحالة النفسية. دائما أقول حق الموكلة إذا أنت إذا شفنا مقابل الخلع شيء بسيط يعادل تكلفة القضايا ورفع أتعاب المحاماة،
فلجئ للخلع، لان انت في الحالتين بتدفعين حق المحامي مثلا، هني العده والمتعب تتنازلين عنها مقابل 1500، بتدفعين حق المحامي 1500 لطلاق للضرر. فكنت اقول دائما اللجوء للخلع اذا توافر، يعني اذا الماده شفناها ما في خسارة بشكل كبير، والحالة النفسية اللي هو شرط المخالعة الكراهة، إذا أنت فعلا كارهته والرجل ما أضر فيك، لكن أنت يعني الأمور بسيطة، يعني حتى ضرر بسيط ما يصل إلى ضرر مثل ما إحنا نشوفه في بعض الحالات. فأقول إذا أنت كارهة عشرته وبالتالي يعني لجئ للمخالعة، لأن حالتك النفسية ما راح تستوعب أني أنا أدخل محكمة وقعدت سنة كاملة في المحاكم على ما تأخذين طلاق للضرر. لذلك نلجأ في هذه الحالات إلى الخلع، وطبعا إذا شفنا الزوج نرد متجاوب ومتفاهم ويعني مستعد أن يتقبل المعلومات القانونية، لأن في الكثير يعاند لا خل تخلع نفسها نفس اللي صار ده وفاء، بالتالي نضطر ان احنا نلجأ للمحاكم. هي قالت عن الرجال، خلني اقول عن الرجال يعني. الحين لو انتشرت ثقافه الخلع يعني بهذه الطريقه، تعتقدين المشاكل تفكك الاسري تقل اكثر؟ يعني اقصد بصورتها الحاليه عن الطلاق العادي. نعم انا يعني اذا انا قاعد نتكلم عن الطلاق الاتفاقي، للامانه انا اشوف بان حالات الطلاق في ازدياد والمعدل في ازدياد، وهذا مو بس بالكويت ترى، في كل الدول من متابعتي لإحصائيات عديدة في حالات الطلاق، الحالات الطلاق الآن في ازدياد، احنا في عصر تطور تكنولوجي انفتاح وغيره من الأمور. أنا وجهة نظري بأن إذا كان لابد من الطلاق، الآن احنا نحاول في المصالحة والاستشارات الأسرية وغيره، لكن إذا كان لابد من الطلاق فليكن طلاق اتفاقي. يعني اليوم أنا قد لا أستطيع أن أسيطر على الطلاق وعلى الحالة هذه، خلاص هذا البيت لازم يتم فيه الطلاق، ما في مجال إصلاح، لابد أني أنا أسيطر على آثار الطلاق حتى يكون هذا الطلاق طلاق ناجح، واللي أنا أيده للأمانة وأعتبره يعني في هرم يعني الحلول للمشاكل الأسرية، أن يكون الطلاق اتفاقي على كل الأمور من ضمنها المخالعة مثلا والحضانة والنفقات بموجب اتفاق كطريقة حضارية لحل المشكلة العائلية. حلو أستاذة، نبي منك كلمة أخيرة أو النصيحة القانونية لليوم، شنو نعم. حابة تقولي؟ أنا للأمانة انطلاقا من النقطة السابقة حابة يعني أنصح بأن هناك يعني نظام اللي هو العقود الاتفاقية، عقد الاتفاق يكون ما بين الزوج والزوجة، نعمل عقد اتفاق، والعقد هذا شامل لكل البنود الخاصة في الأحوال الشخصية، يغنيك عن رفع 5 أو 6 قضايا. نصيحتي لي يعني كل المشاهدين سواء الرجال أو النساء حتى نكون يعني منصفين، بأن اليوم يعني بالنسبة للرجل امساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وبالنسبة للمرأة لا تستغلين النصوص القانونية في أنك أنت تدمرين هذا الرجل وحياته، وإن كانت العشرة مستحيلة كل واحد خلي يكمل حياته بعيد عن يعني الحقد ويعني قصد الإضرار بالآخر. عقود الاتفاق ناجحة جدا، إذا كان لابد من الطلاق لجؤوا لعقد اتفاق، والعقد هذا يغنيكم عن رفع كل القضايا في المستقبل. امساك بمعروف أو تسريح بإحسان، نعم. وهي لا تنتقم بأثر رجعي، يعني هذا إذا صار فعلًا أنا نعم. يعني هي معادلة هي جدًا، يعني إذا فهم الزوج والزوجة اللي خلاص مواصلين نعم. مرحلة إنه ما يكملون حياتهم أن لا يصلون بهذه النقطة نعم. فاللي تفضلت فيه العقد أن يكون أفضل لهم عقد الاتفاق. نعم. سعدنا جدًا وجودك أستاذة حوراء، ونتمنى إن شاء الله كل التوفيق لك وأيضًا للمشاهد الكرام حياة أسرية تامة بإذن الله على خير ومحبة. بنروح عيدان وين؟ كل الشكر لك أستاذة، راح أروح حق هاشم وفقرته. يعطيكم العافية نواف ودانا ومحاميتنا الأستاذة حوراء الحبيب على هذه خلونا نقول الإرشادات والنصائح الجميلة، واللي يفترض أنها تكون عزيزة وغالية على كل أسرة وكل رب أسرة وكل خلونا نقول ربة أسرة، الله يهدي ويصلح الجميع إن شاء الله. الأسرة هي النواة الأولى للمجتمع، هي العنوان الكاشف لحالة أفراده وطبايعهم سلوكياتهم. توقف وياكم مع فقرة حياتنا في بيتنا، واللي راح يقدمها الدكتور راشد الشطي خبير واستشاري في التطوير البشري وإعداد القادة. خلكم معنا. حياكم الله ومرحبا فيكم في فقرة جديدة في حياتنا في بيتنا. شنو العامل إذا حطيته في البيت دمرت البيت؟ الجفاء. لما يكون جفاء في التعامل
بيني بين أفراد أسرتي، أخواني، خواتي، أمي، أبوي، عيالي، زوجتي، ريلي، في جفاء. على سبيل المثال الموبايل، قلت لك قبل كم يوم أني أنا كاشف بلي يمي وأهملت وجوده في مقابل أنا قاعد أجدام، هذا جفاء، هذا دمار داخلي، هذا الوباء اللي يدمر أكبر عائلة، إنه يكون في جفاء في التعامل، إنه يكون في جفاء حتى بالكلام، إنه يكون جفاء حتى في استخدام العبارات اللي يعني اللي مطلوب استخدمها بيني وبين أفراد أسرتي. وايد إحنا قاعد نرى هالشيء هذا تحت عنوان أو آخر، جفاء. قلبي جاف على بيتي، قلبي جاف على مرتي، على عيالي. الحكي كله بالماديات، مصروف، فلوس، فلوس، مصروف، هذا كله جفاء، يولد الجفاء. بينما ما هو أفضل أفضل أسلوب في البيت؟ هي المودة، أنك تثير المودة في العلاقة بين الأسرة، تثير المودة في العلاقة ما بين زوجتك وريلك وعيالكم ووالدينكم وإخوانكم وخواتكم، تثير المودة. أحيانا واحد يقول أنا شخصيتي وأنا بصراحة يعني وضعي برستيجي ما يسمح لي. مين قال؟ قاعد ببيتك، إيش دخل برستيج ما برستيج بيتك والسوالف هذه؟ ليش تحط المواضيع؟ هذا هو الجفاء بعينه. المودة إنك أنت تكون ودود مع الناس، فما بالك مع أهلك. أنا دائما أقول، عندي مقولة أقول، كن عظيما ودودا قبل أن تكون عظاما ودودا. ما تشوف أنت في حالك تكون ودود، الله وكيلك. أخي خل عندك المودة، ترى هي جزء من العظمة، هي جزء من شموخ الإنسان في بيته، جزء من كيان الإنسان هو يكون ودود مع الناس الأقرباء عنده. قل لا أسألك أجرا إلا المودة في القربة. ليش أنا قاعدين ننكر المودة ونحط الجفاء تحت عنوان شخصيتي، تحت عنوان كياني، تحت عنوان برستيجي؟ هذه العبارات هذه كلها فيها جفاء، العبارات هذه كلها فيها تباعد في البيت، فيها انغماس نحو الغرور على ولا شيء. ليش ما يكون عندي هالمودة هذه؟ ليش ما يكون عندي المودة في العمل، المودة في الكلام، المودة في القعدة؟ تكون ودود. لما تكون عندك روح المودة ترى الناس تحبك، تسأل عنك، راح يرفعون تليفون، يا فلان وينك؟ بس لما يكون عندك جفاء عادي يقولك فرقاك عيد باللي حفظك. انت ايش تبي؟ انت ايش تبين؟ لا تحطون بس معايير وتمشون مع المركب. اسلوب الفرض، اسلوب الفرض، اسلوب الفرض، انا افرض شخصيتي، انا افرض. ما ينفع الحكي هذا كله. ولذلك غذاء حياه البيت، غذاء حياه البيت هو الموده، ودمار كيان البيت هو الجفاء. خيار عندك وعندك، تبي تكون انت عندك اسلوب الجفاء وتكون جاف مع افراد اسرتك، ولا اسلوب عندك الموده وتكون ودود مع افراد اسرتك؟ الخيار عندك، وتشوف نفسك وين الفائده. ارجو تكون وصلت الرساله. تجي معكم ان شاء الله في اقرب وقت في فقره جديده وموضوع جديد في حياتنا في بيتنا. السلام عليكم.
ونسرنا العشق بالروح صار ازدحام عمت الافراح فينا ومنالك ونمشينا بحب حفاي في وقت الظلام نشتري موتنا لاجلك ابن عشوك فن ونثرنا العشق بالروح صار ازدحام عمت الافراح فينا ومنالك للكويت المحبه والغلا حياكم الله مشاهدينا من جديد. ينمي الرسم والفن التشكيلي موهبة كامنة عند الإنسان ويساهم في رفع مستوى الثقافة والذوق والتعبير عنده، مثال الآداب والشعر والقراءة وأيضا الفنون الجميلة. يعني دائما الفنون الجميلة هي بمسماها جميلة. مشاهدينا ضيفتنا اليوم الفنانة اللي أبدعت في الرسم التشكيلي، كذلك أبدعت في نقلنا لعالم الزمن الجميل من خلال لوحاتها الجميلة، ضيفتنا الفنانة التشكيلية المبدعة الأستاذة ابتسام العصفور. صباح الله بالخير. أهلا، صباح النور، حياكم الله، أصبح بالخير على أسرة برنامج صباح الخير. حياك الله أستاذة. أول سؤال عندك. حاضر. إيه؟ سؤال عندي وسؤال عندك. لأن الفن دائما جميل وحضور الجميل. أستاذ ابتسام، بس تحرصين أنت يعني أيضا عن تكوين الفكرة بالأساس. الفنان عادة يأخذ الفكرة وبعدين ينفذها سواء على ورق على أشياء أخرى من ضمن ما يختص فيه من الإبداع. والله يعني كل فنان ولا يعني أسلوبه يعني في يعني تنفيذ أفكاره يعني. أنا شخصيا يعني يعني أحب أن أنا يعني الأشياء اللي بيني وبينها يعني رابط في الحياة اليومية أو اللي أشوفها، هذا اللي تثيرني ويعني أستلهم منها أعمالي. حلو. مثلا يعني أغنية معينة مثلا أسمعها أستحضر مشهد قدامي يعني. فأنا يعني الاستلهام الأغاني كان يعني اتجاههم يعني بارز مسيرتي التشكيلية. يعني أغلب لوحاتي من أسماء أغاني، عليها أسماء أغاني. يعني أنت فنانة تشكيلية وفنانة سماع يعني تحبي تسمعين الأغاني. يعني عادة أيضا دانا مشاهدين الشاعر نفس الفنان أيضا تشكيلي. نعم. هو فنان بكل الفن، أنه يصير موقف معين فيتخيل أبيات فيقولها. نعم. الآن نفس الموضوع ينطبق على الفنان التشكيلي. نعم. نفس الموضوع سبحان نفس الله. أستاذة، على طاري الأغاني، أنا لاحظت أن ما شاء الله كل لوحاتك فيها من التراث الكويتي وتعتمدين على هالشيء، فأتوقع الأغاني هي سامرية وشيء كذي صح ولا ما له شغل؟ لا طبعا شيء. نعم. أكيد هذا يعني أنا أول شيء قلت إن الاستلهام من الأغاني كان جانب مهم، فأنا يعني أغلب لوحاتي يعني عليها يعني تكون مستلهمة من أغاني. من كم سنة فكرت إن أنا أرسم الفنانين القدامى اللي إحنا نسمع شخصيات نفسها يعني. الشخصيات اللي إحنا نسمع أغانيهم. طبعًا أنا الفنانين اللي بجيلي أنا قاعد أشوف يعني الستة الحين يعرفون الستة أم كلثوم على الهواء. عاشر مرطة. عاشر بعد ما شاء الله. حلو. يعرفون يعني المطربين اللي غنوا الأغاني يعني. صح. بس الأجيال اللي بعد تسمع الأغاني
وما تعرف منه المطرب. فأنا رسمت شخصية الفنانة عائشة المرطة ولقيت أصداء جدا جميلة. بعدها رسمت شخصية الفنان الكبير عوض الدوخي وهم لقيت يعني أصداء جدا جميلة. فيعني فكرت إن أنا أسوي معرض بهذه الشخص بحيث إن أنا أستحضرهم يعني وأعرفهم للأجيال الجديدة وأوثقهم يعني للمستقبل يعني. حلو. جميل. اللي قبل شوي ما كانت الست يعني أم كلثوم؟ نعم نعم كانت الست أم كلثوم. كوكب الشرق فيها لأن من بعيد أنا قاعد أشوف الصورة. الكورونا يقولون صارت فرصة لكثير من الفنانين خاصة الرسامين يعني. نعم. في موضوع العزلة يعني نقدر يعني يضع مثلا كثير من الأعمال لأنه قبل كان مشغول أو كان عنده. نعم. بعض كورونا بالنسبة للأستاذ ابتسام هل كانت فرصة من فرص أنه والله تطلع بأفكار جديدة مثلا طرق جديدة؟ فترة كورونا يعني سبحان الله اللي مو فنان صار فنان. لأنه يعني تفرغ وما كان يعني وقت فراغ كبير. أنا بالنسبة لي يعني كانت فترة يعني من السلام والعزلة ارتحت فيها من يعني الالتزامات الاجتماعية وكانت فرصة يعني إن أنا أشتغل. حلو. لفتي أكثر شيء لوحات مثلاً؟ نعم. صار في تنفيذ. نعم. وأنا كنت من هالناس الفنان اللي مو فنان. أنا بديت أرسم وألون. اكتشفت إن عندي الموهبة. سبحان الله. هو عموماً يعني أنا قاعد ألاحظ إذا تأيدينا أو لا أن عادة المرأة عندها فن الرسم أو عندها في مجال تصير فنانة رسم. هالشيء صح ولا صح؟ اكيد يعني أكيد. طبعا من المكياج طبعا صح من المكياج ثاني هذا الجواب اليقين يعني. نعم. استاذه ابتسام توثيق الاحداث التاريخيه يعني مساعده تتكلمين عن الشخصيات اللي انت رسمتيها من خلال لوحاتك. نعم. ايضا شفنا رسمات تتكلم عن الغوص والتراث البحري فليش اخترتي هالشيء؟ والله يعني طبعا يعني انا فنانه يعني تناولت البيئه الكويتيه والبيئه الكويتيه عباره عن بر وبحر صح فيعني الجانب البحري يتضمن جانبين يعني البيئه البحريه اللي هي الغوص على اللؤلؤ وصيد الاسماك وطبعا الحرف اللي ارتبطت فيهم يعني مثل صيد الاسماك عندنا صنع الشباك الساليه ايضا القرقور الحضره فهذه كلها اشياء يعني وثقتها وايضا يعني حرفه الغوص طبعا لها يعني مراحل فهذه كل مرحله فيها مشاهد يعني من دخله الغاصه الى البحر وتوديع اهلهم لهم تشوفين مشهد القفال. كامل قدامك اي لا القفال هذا اخر شيء اخر شيء انا اتكلم عن البدايه اوكي انا رحت النهايه على تخلص البدايه والنهايه توصل بسرعه دانا يعني يقال بان الفنان يحتاج الى جو معين. نعم. جو هدوء يقال انه في شموع يقال انه في هذا الجو يسمونه طقوس لازم تكون موجودة عند ابتسام في أثناء رسم لوحاتها. لا والله لا شموع ولا طقوس يعني ولا حتى إزعاج عادي ما هم يعني الناس سبحان الله ماخذين الفكرة هذه ماخذين فكرة أن الفنان وايد حالم يمكن هذا الفنانين الرمزيين بس أنا فنانة واقعية صراحة أرسم أي مكان حطني أرسم زين مو لازم طقوس يعني لا يعني الطقوس شلون تبدين الرسمة يعني والله انا يعني ما اسوي سكتش على طول ارسم على طول ارسم يعني واللي يطلع المشهد اللي يعني اللي انا ابي اجسده طبعا مرات استعين بصور اذا كنت بمثل مثلا يعني مبنى تاريخي فضروري لان هذا يعني لازم ارسمه بالضبط يعني بس يعني باعمالي الثانيه يعني استعين بصوره بس باقي المشهد انا اكمله يعني التوثيق مهم دانا استاذ ابتسام موضوع الحقوق الملكية الفكرية مهم جدا. نعم. وأن والله هذه الصورة هي لابتسام العصفور مو لشخص آخر صار معك موقف من هالمواقف موضوع الملكية الفكرية؟ والله صارت عندي عدة مواقف يعني نسمع اضطرتني أني أروح أخيرا ووثق أعمالي بالملكية الفكرية. حلو. شنو صار؟ عند حقوق المؤلف يعني أنا كنت أشوف قبل وأسكت يعني أسكت أقول خلاص يعني أول شيء كنت أستانس يعني ان الناس يعني اعمالي يعني حابينها وكذي لا بعدين شفت ناس قاعدين يقلدون زين
والتقليد أنا أصيده يعني مثل يعني في ناس قلدوا لوحتي عشا المرطة اللي كنت حاطتها يعني كانت يعني اللوجو مالي أو يعني الغلاف كتالوج معرضي فصدتهم لأن أنا يعني أخذ من الصورة صح بس أخلي لي بصمة أنا اللي حطتها ما حد يعني مثلا الحين الاكسسوار لابسته هي ما كانت لابسة ذهب كانت لابسة ألماس أنا مسويتها ذهب وحطيت الديزاين الخاص فيني أنا يعني متعمدة عشان هذه إيه؟ بصمة ابتسام فيها يعني هذه مو مخذتها من صورة أنا يعني فقلدوني يعني صدت التقليد أيضا يعني في ناس يعني جهل بحقوق الملكية الفكرية مثلا يعني ناس يعني بسطاء بتفكيرهم فعنده مشروع بزنس بسرعة بيسوي عشان الموسم مثل يعني علب قرقيعان أخيرا شفت لوحاتي يعني مو لوحة ولا لوحتين ولا ثلاث يعني مجموعة من اللوحات يعني وأنا هالفكرة أصلا أرفضها لأن أنا يعني في يعني أنا كل فنان له أسلوبه أنا أرفض أن أنا أحط اللوحة على سلعة استهلاكية يعني تنقط أنت ما تأيدين الشيء هذا لا لا ما أحب الاستغلال التجاري للأعمال يعني في منتجات استهلاكية خاصة المنتجات اللي مثل يعني علبة قرقيعان لا خلصوا بيقطونها بالزبالة أو علب نفيش مثلا يعني بالزبالة ليش لأن لها مكانة لازم يكون فيها لازم تتعلق اللوحة يا تتعلق يا تكون بكتاب يعني هذه مكانة الفن التشكيلي عندي أستاذة لو إحنا يعني نتكلم عن اللوحات التاريخية أو اللي فيها من تراثنا الكويتي هل تستعينين بمؤرخين مثلاً إن أنتي تتأكدين من الرسمة أو يعطونك تفاصيل اللي كانت موجودة على أساس أنتي ترسمينها ولا نعم يعني أحياناً مثل لما رسمت مبنى الجمعية الكويتية للتراث فيعني أغلب الصور اللي بالنت يعني مقصوصة يعني مو كامل المبنى أي. فحبيت أعرف شنو يمها عشان بكمل المشهد ما أحب أرسم المبنى بروعه فاضي. بكمل يعني برسم يمها الأشياء اللي كانت مجاورة يمها فسألت شنو كان يمها يعني المبنى وعرفت إنه هو يعني كان مخزن الأخشاب وكذي فأنا كونت مشهد إنه هو يعني يكونون فيه يعني مثل حمالي قاضب الخشب يكونون الخشب مسند على يعني والحياة اليومية اللي كانت موجودة يعني ولد مار بالدرباحة وهالأشياء هذه حلو. يقولون لما يشوفون صورة يقول الصورة تحكي نعم الرسمة تحكي السبعينات الثمانينات مهمة يعني أيضا في رسمات شفناها أكثر مرة يعني ليش اهتميت تحديدا في هالزمن الثمانينات والسبعينات والله هالفترة هذه الحقبة اللي أنا وعيت فيها على الدنيا يعني السبعينات والثمانينات فكانت يعني هالفترة هذه فترة مهمة بحياتي وفي طبعا أشخاص وفي يعني أشياء أنت عشتي بهالفترة هذه فأنت عايشتي عن قرب نعم يعني مثل يعني أبطال المنتخب منتخب الكويتي قاعد نشوفهم كان بعزة ذاك الوقت هذا أتوقع أمين الشراح هذا بيتنا الخالدية ما شاء الله حلو وهذا مشهد بيتنا وإحنا صغار بيتنا الخالدية حلو وهذه لم نشرح كل صورة هذا لاعب سعد الحوطي ما شاء الله بمباراة الكويت ونيوزيلندا وهو هذا يعني يعني المعرض وشرح لي اللقطة يعني اللقطة هذه كانت يمكن ثانية وهو شكله كنا طاير بالهواء المصور كان وايد شاطر والتقطها حلو. يعني شكله يعني طبعا الانسان ما يطير بس هو كان من قوة يعني من قوة الضربة ارتفع شوية بس التقط له المصور هالصورة وحطوها على غلاف على مجلة فرانس فوتبول جميل حلو استاذة نبي نتكلم عن أهمية المتاحف ودورها في حفظ التراث طبعا المتاحف تلعب دور كبير في حفظ التراث و توثيق التاريخ وتعريفها للي طبعا سواء للسواح او الاجيال الجديده نلقى فيها طبعا الاثار الموجوده اكيد ويعني ومكان ضروري يعني مكان مهم لنشر الثقافه بالمجتمع صح فنلقى فيه الاثار يعني مثل متاحفنا انا من تقريبا يمكن من 3 أسابيع كنت مشاركه بمعرض بالمتحف الوطني بمناسبة مع الجمعية الكويتية للتراث بمناسبة يوم المتاحف العالمي وهذه احتفالية تقام لأول مرة بالكويت
بمناسبة حصول الكويت على عضوية المجلس العالمي للمتاحف اللي هو الآيكوم. حلو. فكان معرض جدا جميل. حلو. يعني جميل. شاركوا فيه أعضاء الجمعية الكويتية للتراث طبعا بإصداراتهم النادرة. بعضهم طبعا في عندنا رئيس جمعية الكويتية للتراث الباحث القدير فهد العبد الجليل شارك بإصدارات نادرة من الكتب، وأيضا الباحث صالح المسباح، وأيضا هاني العسعوسي ما شاء الله هذا يعني عنده متحف جدا ثري بالمقتنيات المشتختات يعني الأشياء نوادر. المنزلية والتلفونات وأيضا الباحث نواف العصفور شارك بمقتنياته من التراث البحري. حلو. أدوات الطواش وأدوات النوخذة والأشياء هذه اللي كانت موجودة. جميل. أستاذة ابتسام العصفور شنو شاركت فيه بهالمعرض؟ لوحات. أنا شاركت بلوحات عن آثار فيلشة. حلو. وأيضا لوحات عن المباني التاريخية اللي بالكويت، ولوحات تمثل البيئة الكويتية عموما أنا ذاك بالكويت. هذا اليوم العالمي، نبي نبي اليوم الخاص في ابتسام العصفور لما تهتم يكون لها معرض خاص فيها. نعم. فشنو أهمية المعرض بالنسبة للفنانة عموما وبالنسبة لابتسام العصفور؟ المعرض الشخصي. المعرض الشخصي. المعرض الشخصي طبعا هذا يكون يعني مثل شفت شهادة الماجستير والدكتوراه. هذه بالنسبة للفنان مثل شهادة الماجستير والدكتوراه، مرحلة متقدمة من الدراسة. نعم. أيه. يكون في يعني وضوح لرؤية الفنان لتوجهه يعني لشخصيته. حلو. لاتجاهه الفني. أنا سويت معرضين شخصيا. المعرض الأول هو أيام كويتية، كان عن فترة السبعينات والثمانينات في مكتبة الكويت الوطنية 2018، ومعرض الثاني الشخصي اللي كان 2019 اللي هو ذاكرة الأصوات اللي وثقت فيه المطربين القدامى، كان بمصاحبة مهرجان الموسيقى الدولي في مسرح عبد الحسين عبد الرضا. جميل. جميل. كل شكر لك ضيفتنا الفنانة التشكيلية ابتسام العصفور على هذا اللقاء. ننتقل الحين نواف إلى هاشم. إلى هاشم. هاشم يعطيك العافية هاشم. الله يعافيكم وخليكم، مشكورين على هذا اللقاء الجميل والراقي والرائع مع ضيفتنا الفنانة التشكيلية الأستاذ ابتسام العصفور. راح ننتقل إلى موضوع آخر من الفن إلى فن التغذية. التغذية العلاجية أسلوب يعتمد على تقديم مجموعة من الأنظمة الغذائية تبعا لحالة الشخص تحت إشراف أخصائي تغذية، وتغير بعض الإجراءات البسيطة على حسب النظام الغذائي. أخصائية التغذية العلاجية سمية الإبراهيم راح تسلط لنا الضوء على هذا الموضوع، خلكم معنا. أسعد الله صباحكم، حياكم الله في فقرة جديدة من فقرات التغذية بصباح الخير يا كويت. راح أتكلم اليوم عن الرضاعة الطبيعية، موضوع يهم كل أم الله توا رازقها في طفل أو في بيبي، شلون تقدر تبلش هذه الرحلة. طبعا الحمد لله مؤخرا قاعد نشوف الوعي في موضوع الرضاعة الطبيعية صار وايد أحسن عن قبل. قبل كانوا يمكن يقولون راح يخرب جسم الأم، الأم راح تتقيد، شلون أنا بالدوام، موضوع الرضاعة صعب. لا الحين ما شاء الله قاعد أشوف شريحة البنات اللي ما شاء الله في سن الإجاب قاعد يسعون وايد لموضوع الرضاعة الطبيعية، لأن فهموا تأثير الإجابة للرضاعة الطبيعية على الأم وعلى الطفل. شلون الطفل ممكن يستفيد من الرضاعة الطبيعية؟ طبعا يكون في اللي هو العامل النفسي أفضل، أو العلاقة بين الطفل والأم تكون أفضل إذا كان في اللي هو رضاعة طبيعية. الطفل لما يكون على صدر الأم يسمع نبضات القلب، فهو كان يسمعها أصلا لما كان جنين في بطنها، فيحس بالدفء ويحس بالراحة. وجود الطفل عند الأم أو قريب منها أيضا يساهم في إدرار الحليب، فهذا يساعد الأم أيضا على موضوع الرضاعة الطبيعية. زائد إنه والعامل الأهم بالرضاعة الطبيعية اللي هو يقوي مناعة الطفل. ممكن أمهات يستبدلون اللي هو موضوع الرضاعة الطبيعية بالحليب الصناعي المتوفر، وأمانة في بعض الأمهات أو بعض الحالات ممكن يعني يضطرون يدخلون اللي هو الصناعي، لكن كثر ما تقدر الأم تحاول إن هي ترضع رضاعة طبيعية وحصرية. حصرية بمعنى إن هي ما تدخل حليب صناعي أبدا على الأقل أول 6 أشهر اللي هي أهم مرحلة من مراحل نمو الطفل، عشان تضمن فيه مناعته. مناعة الطفل تي من المضادات الحيوية اللي موجودة في حليب الأم اللي ما لا
يمكن أنها تكون موجودة بالحليب الصناعي، وبالتالي تعزز عند المناعة، جسمه يقاوم الأمراض بصورة أكبر. وحين قاعد نشوف في وايد دراسات مرتبطة بكثير من الأمراض اللي قاعد يصاب فيها الناس، وتشوفون ساعات لما الطبيب يبي يسأل أو يستفسر الشخص هذا اللي قاعد يعاني من مرض معين أو مرض مزمن أو مرض متكرر، يسأله إذا هو يعني كانت رضاعته طبيعية ولا لا، وإيش كثر الأم رضعته طبيعي وهل دخلت صناعي، لأن هذا كله يأثر بالمستقبل على مناعة الطفل. من فوائد الرضاعة الطبيعية حق الأم إن لما ترضع الولد طبيعي الرحم يرد مكانه بصورة أسرع، يحميها من الإصابة بسرطان الثدي بالمستقبل، وأيضا يعزز اللي هو الرابط النفسي بين الأم وبين الطفل. فهذه فوائد الرضاعة على الطفل، وهذه الفوائد على الأم. في وايد أمهات يقولون إن شلون أنا أقدر أنزل وزني وبنفس الوقت حافظ على إدرار الحليب. المعادلة أحيانا ما تكون وايد سهلة، لكن إحنا نقول دائما الأولوية تروح للرضاعة، كون إن هي محصورة بفترة معينة اللي هي أول سنتين من حياة الطفل، بينما نزول الوزن ممكن الأم تنزله بأي وقت. عامل نزول الوزن يعتمد وايد على إيش كثر وزن هي زادت في فترة الحمل، فكثر ما زادت بزيادة خلال فترة الحمل كثر ما راح تصير الرحلة أطول في نزول الوزن اللي هو وقت الرضاعة الطبيعية أو بعد الرضاعة. في بعض الأكل ممكن يساعد على الإدرار، مثل الشوفان، مثل الحبوب اللي هي الأعشاب، في حبوب متوفرة بالصيدليات تزيد من الإدرار، مثل التمر، مثل المكسرات، لكن بكميات مدروسة. ممكن الواحدة تراجع أخصائي تغذية عشان يعلمها شنو الأكلات اللي تزيد من إدرار الحليب. أتمنى تكونوا استفدتوا من هذه الفقرة، ونشوفكم في فقرات ثانية على خير. مشاهدينا الكرام، وصلنا معاكم لختام حلقتنا لهذا اليوم بكل الماراثون اللي مرينا فيه من لقاءات وفقرات وايضا حوارات مع زملائنا. نشوفكم على خير ان شاء الله. مع السلامه يا دان. اكيد نواف، نشوفكم باكر ان شاء الله في حلقه جديده من صباح الخير يا كويت. مع السلامه. خلينا نطلع عن النص شوي ونقول كل عام بخير. وانت بخير. عيد ميلاد سعيد ان شاء الله، عسى سنه خير وبركه عليك يا ابو يوسف، وربي يرزقك كل ما تتمنى. امين. ومبروك معك، الله يبارك في حياتك ويحفظك. ما شاء الله تباليه سريعه ان شاء الله. كذي نكون وصلنا معكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، من بعد خروج النص المفاجئ والسريع الجميل بين الاخوه، في امان الله.